بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان وحلقة جديدة من الملاعب. اليوم طبعا امبارح كان مباراة مهمة جدا جدا جدا، مباراتنا الأولى تصفيات كأس العالم مع تشاد، وشفنا يمكن النتيجة بهزيمة منتخبنا القومي أمام تشاد بهدف واحد إلى شيء. شفنا كلنا المباراة وأحداث المباراة وهدف المباراة الوحيد، ويعني فرق شاسع بين مباراة تصفيات أفريقيا والتصفيات لكأس العالم، وكأن كأس العالم عندنا فيه دايما يعني عفريت الله أعلم، لكن يعني الأمور إن شاء الله تتظبط. الفرقة شفناها عاملة إزاي، إحنا كنا وحشين ما كناش كويسين، أعتقد لو في نص حالتنا كنا نكسب الفرقة دي مستريح. مع احترامي طبعا الشديد ليهم، عملوا ماتش كويس احسن بكتير من الماتش الاولاني، شافوا اخطائهم فين، عالجوها بشكل كبير، ابتدوا يطوروا من نفسهم في المنطقه الدفاعيه، اشتغلوا عليها كويس، يعني واضح كانوا مذاكرين منتخبنا بشكل كويس. اللي على العكس والنقيض كان منتخبنا يمكن في حاله من مش عايز اقول يعني الاريحيه شويه، ولكن واضح ان هو ما كانش مركز 100%. بدايه مستر كوبر نفسه والتشكيل اللي اشتغل بيه، يمكن في بعض التحفظات على طريقه اللعب 4-4-2، ما لعبناش 4-4-2 دي فلات دي من زمان جدا جدا، او معاه هو بالذات ما لعبهاش خالص تقريبا. كوكا وباسم مع بعض قدام، هل كان الاثنين مهمين ومفيدين ولا كان واحد بس ويملى نص الملعب؟ يعني كلام كتير، ولكن خلاص اللي راح راح، خلينا نشوف اللي جاي بعد بكره ان شاء الله. ماتش مهم واعتقد ماتش مش صعب على منتخبنا القومي، في ملعب كبير في ملعب واسع، الدنيا هتختلف، اللعيبه اعتقد هتغل شويه، هتلعب بروح اكتر شويه، انها تبقى صعبه جدا 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 لو مصر طلعت من تشاد في التصفيات الاولى لكاس العالم، تبقى وحشه وحشه وحشه، وهتبقى سبه في جبينها لهذا الجيل. اعتقد الجيل ده قادر انه يعادي الموضوع ده بسهل، ويعادي بثلاث اربع اجوان، يعني ده من منظوري الشخصي المتواضع اللي ما بيفهمش حاجه في الكوره. يعني اعتقد منتخبنا اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت ومع الفريق ده يكسب ماتش الجاي ده ان شاء الله مستريح. ده يمكن كواليس ما بعد المباراه، بعد ما الماتش خلص ومستر كوبر والفرقه جايه، يعني في ليا كلام كتير على مستر كوبر في الماتش ده بصراحه، ان كان على التغيير التشكيل او على التغيير برضو، يعني التغييرات متاخره جدا. يعني التغيير الاولاني كان اضطراري اعتقد، كان تالي دودار كان اضطراري، لكن تغيير حسام غالي متاخر جدا حوالي في الدقيقه حاجه و60 تقريبا او 70، مش عايز يعني مش فاكر بالظبط، كان متاخر قوي. انت واضح ان انت نص الملعب عندك ما بيزيدش خالص، ما بتلعبش غير على الاطراف، ما فيش حد من العمق بيزيد عندك. وكان ليا وجهه نظر بصراحه ان الماتش زي ده كنت ممكن تطلع راس حربه وتلعب حسام غالي جنب طارق حامد وجنب النني، يعني حسام غالي يبقى هو اللي بيمسك الكوره، ما عندكش حد يمسك الكوره خالص في نص الملعب، الكوره اما بتروح ناحيه الشمال لكهرباء اما بتروح ناحيه الشمال برضو لكهرباء، لان هو اللعب كله ناحيه الشمال لكهرباء، مفيش اليمين خالص. مؤمن ما شفناهوش تماما يمكن الشوط الاول غير في بعض الفترات النادره، اللعب كله على كهرباء، يعني كهرباء في شهرين او في ثلاث شهور حول لعب الزمالك ان كل لعب يبقى على كهرباء، وكمان منتخب مصر بقى كل لعب على كهرباء، ان اجاد كهرباء اجاد منتخب مصر، ان لم يجيد كهرباء لا يجيد منتخب مصر. حاجه بصراحه غريبه جدا جدا ان لعيب صغير زي ده في الشهرين ثلاثة يفرض اسلوبه على كل الفرق اللي بيلعب فيها بما فيها منتخب مصر. لعيب قوي جدا، عمل امبارح كل ما بتجي له الكوره طبعا هو بيعمل فرق بصراحه، فالناس بتدي له الكوره على طول، لكن ما ينفعش ان انا كمدير فني استنى ان هو بس اللي يعمل الاكشن كهربا، لازم يكون في خطط اخرى، لازم يكون في طريقه لعب بشكل مختلف، لازم يكون في لعيبه نص ملعب بتعرف تمسك كوره في نص الملعب وتهاجم، مش ان انا شغلتي في نص الملعب ناخد كوره من اليمين واحطها في الشمال، اخد كره من الشمال احطها في اليمين، او العب الباس 2 3 متر، الحاجات دي بطلت يا جماعه خلاص، ما بقاش لعيب نص ملعب بتاع زمان اللي هو يقف في نص الملعب ده بيدافع بس، ما بقاش موجود في العالم كله، لازم حد يزيد، لازم حد يكمل، ما شفناش لا طارق بيكمل ولا النني بيكمل، واللعب كله لراجل كهربا بيحاول كل شويه يعدي في 2 ويتقطع منه 3، ولكن هو كان يعني مع احترامي للناس كلها هو الوحيد اللي بيحاول، هو الوحيد اللي بيعمل اكشن، هو الوحيد اللي بيعدي كل الكور الخطره تلاقيها من الجبهه اليسرى بيعدي بيعمل، شفنا الكره الشوط الاول، شفنا الكره الشوط الثاني، ولكن فقط هو اللعب على محمود كهربا وهيتحرق وهيتمسك، وما ينفعش يبقى منتخب مصر يلعب بالشكل ده، لازم يكون فيه ادوات كتيره جدا. هو دايما الراجل دايما كان بيلعب 4-2-3-1، ما اعرفش امبارح لعب ليه 4-4-2، هل فكره يعني ان هو يضغط براسين حربه؟ ما مش عارف، ولكن طبعا واضح ان هو ما كانش ده احسن حاجه، والتغييرات كانت متاخره قوي قوي. انا كنت شايف انه يلعب حسام غالي من بدري، من بدايه الشوط الثاني في نص الملعب، لعيب بيمسك كوره كويس، انت عايز حد يعرف يحافظ على الكوره ويطلع بالكوره ويهاجم بالكوره كويس، ولكن ده طبعا لم يحدث. خلينا متفائلين، خلينا نقف مع الناس، نقف وراهم،
ما عندناش اي حاجه نعملها غير ان احنا نبقى معاهم وراهم، لان لسه اول ماتش. وانا اعتقد يعني زي ما قلت لكم ان المنتخب ده قادر بشكل كبير جدا جدا هو يعدي الماتش الجاي 3-4، وانا متهيألي هيعمل كده يعني هيكسب كتير ان شاء الله. يعني ده يمكن كل ده كواليس ما قبل وما بعد. خلينا نروح لاولى اولى تقاريرنا مع المهندس هاني ابو ريده، ولقاء مهم ما بعد المباراه، نشوف قال ايه ونرجع نكمل كلام. مهندس هاني هارد لك، هي دي كره القدم، واعتقد ان احنا قادرين على التعويض في مصر. اكيد احنا طبعا اللي ما بيكسبش في البدايه مع فرق عشوائيه زي دي ممكن يقبل، فده اللي حصل. يعني هي كانت ما عندنا في الاول، ضيعنا اكتر من فرصه، كنا يعني طبيعي نخرج فايزين النهارده، لكن هي دي كره القدم. دي كره القدم، انما ان شاء الله في شوط تاني باذن الله الولاد يتماسكوا ويعوضوا باذن الله، فان يعني شاء الله. مش مش عايز الماتشات دي تحبطنا يا باشمهندس. لا احنا في بدايه الطريق لسه، احنا في بدايه الطريق. ويمكن انا كنت بقول للزملائيه في وسط بين الشوطين، قلت لهم لا يعني الكره العشوائيه دي هجمه حطوا جون، واحنا طبعا ضيعنا فرص. والنهارده الصراحه الولاد ما كانوش في المستوى المأمول، يعني لازم نقول الحقيقه ما كانتش مطوعاهم من الاخر. ما تعرفش بقى كان ايه اللي حصل في الملعب، رغم ان انا حاسس ان كانوا جاهزيتهم احسن من اللي شفناه النهارده. لا لكن محتاجين تتلم الموضوع بسرعه. عادي جدا تلموا، احنا واقفين في وسطهم قريبين من بعض، وبعدين احنا يعني قابلتنا مواقف قبل كده كتير جدا بالزبط زي دي. بالظبط، تلموا الولاد واحنا موجودين في وسطهم ان شاء الله يعوضوا الماتش. خلاص 72 ساعه ونلعب. بالظبط، فان شاء الله قادرين على التعويض يا باشمهندس باذن الله تعالى. هنقعد باذن الله. الله باذن الله. شكرا. طيب ده طبعا كلام مهم جدا من مهندس هاني ابو ريده، مش في العام على الفريق الاول، دلوقتي في منتخب مصر. وهو قال كلمه مهمه جدا، قال اللعب مع فرقه عشوائيه اخطر حاجه، اخطر حاجه تلعب مع العشوائيه، ما تبقاش عارف هو يلعب يمين ولا شمال، هيطلع ملوش نمط ملوش نسق، بيعتمد على واحد بيطلع لوحده هجمه ما تعرفش هيعمل ايه، ما فيش جمله منظمه. يمكن لعبوا بالروح شويه، اتعملوا ان هم يدافعوا كويس. اللعب مع الفرقه العشوائيه دي ممكن يكلفك كتير جدا جدا لو ما احترمتش الفريق، لو ما ركزتش. وانت شفت الجون يمكن دخل فينا، اتعمل 1 2 ازاي وراح من اليمين وحطها، والتغطيه العكسيه كانت ضعيفه شويه. ولكن زي ما قلت انا اثق في هذا المنتخب، في اللعيبه اللي موجوده، في القدرات اللي موجوده الفنيه، في قدرات التدريبيه لمستر كوبر انه يرجعهم تاني. ولكن لازم نتعلم من اخطائنا، لازم نبتدي تشكيل كويس، تغييراتنا تكون حاضره وسريع في التغييرات، ما بقاش بطيء وواقف مستني كتير قوي لغايه لما الماتش يخلص مني او يطلع مني. لازم اكون دايما ذهني حاضر للمباراه دي. احنا لسه ما دخلناش في التقيل، يعني الحاجات دي كانت زمان احنا بنخشها على الخفيف، يعني انت بتخش بقى على مجموعه تقيله بعد كده، مجاميع قويه. ولكن الكلام ده في الاول ده يعني زي ما بيقولوا كده بيس اوف كيك، يعني كلام فاضي، يعني المفروض تعدي منه بسهوله. فمنتخبنا ان شاء الله باذن الله هيكون ماتش قوي سهل لو سهلناه على نفسنا، لو ابتدينا صح. لان انا بشوف دايما المدير الفني هو مجموعه من القرارات اللي بيديها، وبالتالي بيبقى المدير الفني ده بيصنف كمدير فني قوي، مدير فني عادي، مدير فني متوسط، مدير فني ضايع ما عندوش فكره. هو مجموعه قراراته، قرارات تشكيل بيحطه، قرارات تغييرات بيحطها في نص الماتش، قرارات ان هو يلعب بأي تكتيك في المباراه، يغير التكتيك في كم مره في المباراه. هي دي كلها قرارات بتديك في الاخر اذا انت مدير فني كويس ولا مدير فني ما عندوش فكره، ولا مدير فني طبيعي عادي. يعني هو ده اللي بيفرق. عشان كده كوبر يتحط في الناس الممتازه، ومدير فني السي في بتاعه قوي جدا، وبالتالي لازم يكون الاكشن بتاعه اسرع من كده شويه، لازم يكون التشكيل والطريقه اللعب احسن من كده شويه، اللعيبه المختاره تكون احسن من كده شويه. هو اكيد ادرى مننا، يعني احنا بنتكلم بس، ولكن احنا لا ننقد، ولكن نحاول ان احنا نسلط الضوء على الاخطاء اللي انا شايفها من وجهه نظري. الله اعلم ممكن ياخد بيها ما ياخدش، ولكن احنا بنتكلم يعني ناس لعبنا كوره قبل كده. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا، ماتش يوم الثلاث ان شاء الله حصريا عندنا في استوديوهات الحياه كما عودناكم على الدوري العام واستوديوهات القويه والكبيره في استوديوهات الحياه. هيكون عندنا ان شاء الله استوديو حصري باذن الله ماتش مصر وتشاد، بدايه منذ الساعه الثالثه عصرا بدايه استوديو الحياه. هيكون معانا هنا مجموعة من الأكبر المحللين في مصر إن شاء الله هيكونوا متواجدين استعدادا لاستوديو مباراة التحليل لمصر وتشاد، في استوديو أقوى الاستوديوهات التحليلية في الحياة إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله الساعة الثالثة عصرا. استنونا وما تغيرش المحطة، خليك دايما مع الحياة هتكسب أكيد. طيب
ده يمكن العوده كل دي اللقطات اللي تشوفوا دايما الكواليس دايما هتلاقوها معانا، ودايما الحياه موجوده في كل ما يخص الكره المصريه ان كان انديه او منتخبات. هتلاقونا دايما متواجدين بنوريكم الصوره اللي هي خير من الكلام بشكل كبير جدا. كل اللعيبه متوجهه، واحسن حاجه ان الماتش بعديها بثلاث اربع ايام عشان اللعيبه يبقى لسه عندها الغل والفوران وعايزه تعوض. يمكن بس الحاجه السيئه هي اصابه باسم، طبعا باسم مرسي واحمد يدار، ربنا رب يطمنا عليهم. حتى الان الموضوع صعب يمكن على باسم، ولكن مستر كوبر يعني واخد باسم في المعسكر وهيكون معاه في المعسكر، مش عايزه يطلع بره، عايز يكون موجود معاه في الاجواء. يعني ان شاء الله باذن الله تكون اصابه باذن الله تكون خفيفه، حتى لو ما لحقش الماتش ان شاء الله يعني عنده اللي جاي لسه باسم صغير وعنده اللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله. ولكن واضح انها كدمه قويه شفناها امبارح، ما قدرش يكمل بعديها المباراه. لكن ان شاء الله باسم يكون عند حسن الظن او يخف، ده اهم حاجه انك تخف وبعدين تلعب ان شاء الله. ادي مصطفى فتحي، ناس كتير بتطالب مصطفى فتحي كان يكون موجود امبارح في بعض اجزاء المباراه، ولكن رؤيه مستر كوبر كانت مختلفه. ده يمكن اجواء ما قبل وما بعد. وحاليا الفرقه يمكن وصلت النهارده صباحا، فجر النهارده فجر يوم الاحد الساعه 5 الصبح، وفي معسكر دلوقتي وبيتمرنوا حاليا. خلينا نروح لرئيس الاتحاد استاذ جمال علام ولقاء حصري معاه ما بعد المباراه. استاذ جمال علام هارد لك النهارده، هي الكره ما كانتش ماشيه النهارده؟ الحمد لله قدر وما شاء فعل، ان شاء الله لينا الماتش الثاني ان شاء الله ونقدر نعوض باذن الله ان شاء الله. شايف في اصابات، شايف يمكن مش ده منتخب مصر اللي لعب الماتش اللي فات، يعني في حاجات كتيره ان شاء الله، بس لما نقعد ان شاء الله النهارده مع الجهاز ونشوف الماتش الجاي ان شاء الله. الوقت قليل ما بين الماتشين يا استاذ جمال ان شاء الله. لا عندنا ثقه في الجهاز وعندنا ثقه في اللعيبه ان يعوضوا الماتش الجاي ان شاء الله. يعني مصر فرقه كبيره وقدر ان هي تعوض، ونتائج التصفيات بتقول كده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا في عز ان شاء الله. طيب ده طبعا لقاء مختصر مع الاستاذ جمال علام، وضح عليه التاثر. ويمكن سؤال مهم مهيب قال له يعني الاداء باين متفاوت ما بين مباراه التصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا. زي ما قلت كان عندنا عفريت في تصفيات افريقيا دي، لما بنسمع كلمه كاس عالم بيحصل لنا حاجه غريبه جدا، كلنا مش عارفين نخش كاس عالم. بس ان شاء الله يعني انا اتوقع الماتش هيكون سهل مش صعب، بس نسهله علينا زي ما انا قلت قبل كده ازاي عشان ما عادش الكلام تاني. تدريب، تشكيل كويس، تغييرات كويسة، الفرقة بتاعتنا تكسب اكيد في كل، لو لعبت 10 ماتشات تكسب 9 منهم على الاقل. طيب خلينا ناخد مهيب عبد الهادي زميلنا طبعا واللي كان موجود مع البعثة، يقول لنا ايه اخر الاخبار اصابة باسم دودار، اخر اخبار البعثة بعد وصولها. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير كابتن حازم، بحييك وحمد لله على السلامة يا بطل. ربنا يخليك المكوك المكوك بتاعنا، منور الدنيا كلها. المكوك بتاعك، قول لي حبيبي امبارح يعني اجواء ما بعد المباراه مهيب، الحاجات اللي هي ديتيلز الصغيره، اللعيبه بينها وبين بعض بتتكلم في ايه، شايفه الماتش ازاي، الماتش خسروا ليه، اكيد اللعيبه بتقعد تتكلم في الكلام ده كله، انت كنت اكيد معاهم، قول لي كده ايه الاخبار. والله يا كابتن هي كل رحله العوده كان كلها الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت، كان كلها ثنائيات وثلاثيات ورباعيات وخماسيات. اللعيبه متضايقه جدا جدا جدا، متضايقين من نفسهم، متضايقين على المستوى اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني، متضايقين ان في فرص ضاعت، متضايقين. كل لعيب بيكلمني يقول لي هنكسب 3، هنكسب 2، هنكسب 4، هنكسب 5. يعني في غل كده من بعد المباراه، اللعيبه تحس ان هم المباراه كانت صدمه ليهم، وده وارد في كره القدم، لكن طبعا كان مستائين جدا 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 من الناس اللي بتنتقد منتخب مصر بشكل غير طبيعي كابتن. طب مستائين من ايه يا مهيم؟ ما برضه الناس لما تنتقد، ما هو يعني بيلعب يعني شاد وهو كسب فرقه 5 قبل كده، يعني برضه قول كابتن حازم انا معاك 100%، انت لعبت وحش لازم الناس تنتقدك طبعا، الناس مش هتطبطب عليك. طيب القصه كلها اللي انا بقولها ان العوده المسافة ما بين مباراة الذهاب والعودة مفيش، يعني محتاجة ان انت تقفل وبعد الماتشين بقول اللي انت عايزه. ده انا وجهة نظر يعني الشخصية. لا يعني ده هم كانوا متضايقين ان حد بينقدهم مثلا او ينتقدهم. كانوا متضايقين من النقد الكبير جدا اللي كان موجه ليهم بعد المباراة، لكن كلهم بيعترفوا ان هم ما كانوش كويسين، ما قدوش اللي عليهم. حتى مستر كوبر نفسه طبعا احنا ما كانش كويس في الماتش ده، يعني تحس ان مستر كوبر بس قال لك انا بتحمل المسؤوليه كامله،
اتكلمت معاه طبعا، وعايز اقول لك كابتن حازم طبعا المباراه العوده ان شاء الله تكون حصريا على تلفزيون الحياه، على الحياه واحد وعلى الحياه اثنين، بوجود نخبه كبيره من نجوم مصر طبعا، كابتن سيف زاهر الاعلامي طبعا مقدم البرامج الاول في مصر دلوقتي، وحضرتك طبعا كابتن حازم نجم مصر كلها، وايضا كابتن شوقي غريب وكابتن زكريا ناصف والعميد كابتن احمد حسن وكابتن عصام عبد الفتاح، وطبعا في التعليق كابتن حازم الكديكي وكابتن محمود بكري. يعني اعتقد نخبه كبيره جدا، وهنطلع ان شاء الله من الساعه 3 في تغطيه خاصه، اعتقد يعني من حوالي 6-7 كاميرات خاصه الناس هتشوفهم في مباراه مصر وبرج العرب، تغطيه شامله لمنتخبنا وتشاد، وهنبتدي من بكره مع حضرتك كابتن حازم ان شاء الله تغطيه لمنتخبنا الوطني، وفي لقاءات بقى كتير مع اللاعبين الحمد لله مسجلينها والمدير الفني، بس مش هنحرق كل حاجه. عمرو جمال كان عنده نزيف جامد جدا، يمكن عملنا لقطات خاصه ليه، نزف بشده من انفه امبارح، وكان قاعد حوالي نص ساعه بيحاول الدكتور ان هو يعالجه، ومستر كوبر رافض تماما ان هو يضم اي لعيب لمعسكر منتخبنا الوطني، وقال ان انا عندي ثقه في اللعيبه اللي موجوده دولت، وقافل على فرقته، واعتقد منتخبنا قادر، وطمن الناس على التعويض ان شاء الله في مباراه العوده. باسم مرشد قول لي هتذاع فين تاني؟ قول تاني هتذاع. لا اللي هتذاع حصريا أيوة. على قناه الحياه. ايوه لازم. على الأولى والتانية الساعة 3 إن شاء الله. على الأولى والتانية إن شاء الله هنبقى متواجدين من 3، لو عايز نطلع من قبل 3 كابتن حبيبي أنت عارف اللي في قلبي يعني. طيب بس مرسي وجبر ودودار يعني إيه الحالة؟ أنت امبارح شايفهم ومعاك يعني هو أنا من كلامي مع الدكتور حتى في لقاء هيبقى موجود معاه بكرة إن شاء الله يعني يوم الثلاثة، قال لك يعني دودار ممكن يعني دودار ممكن، بس الموضوع صعب شويه. احنا معانا الدكتور دلوقتي، معانا اللقاء بتاعك هناخده معاك بعديها على طول. صعب يعني بس صعب شويه. طب ايه مهم في وجهه النظر برضو مستر كوبر، انت اتكلمت معاه ان هو ما يجيبش مثلا حد مهاجم مكان باسم، يعني مثلا مش عايز يهز ثقه الناس الموجوده عنده عمرو جمال، يهز في ايه؟ ما يبقى عنده بره يعني ده يتعور حد في التمرين، ده فكره كابتن حازم، وقال لك انا المسؤول عن الفرقه وانا بحترم كل الناس، والله يعني لقاء اكتر من رائع ان شاء الله هنتفرج عليه، بس احنا مش عايزين طبعا نحرق كل الحاجات اللي عندنا، محضرين مفاجآت في يوم المباراه، لكن ما سيبناش حاجه يعني، حتى اللعيبه برضو بتتكلم لها وجهه نظرها. بشكرك يا مهيب، عندنا معلش فاصل، لازم نطلع فاصل حالا. بشكرك شكرا جزيلا مهيب عبد الهادي زميلنا ورئيس البرامج الرياضيه، مدير برامج الرياضيه، وهيكون ان شاء الله حصر عندنا الاستوديو الحقيقه اكبر استوديو تحليلي في مصر ان شاء الله، مع سيف زاهر ومجموعه من احسن المحللين هيكونوا معاكم ان شاء الله يوم الثلاث على الاولى والثانيه، الحياه الاولى والحياه الثانيه. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلام. الوقت ضيق ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه، طبعا يعني ايه امكانيه مشاركه باسم وامكانيه مشاركه دودار في الماتش اللي جاي؟ ان شاء الله رب العالمين بعد الاشاعه وبعد العلاج اللي هياخده دودار هنقدر نحدد بقى. يعني يعني خبره دودار ان شاء الله ممكن يبقى موجود دودار، لكن باسم صعب. باسم ربنا ييسر الامور ان شاء الله. صعب شويه شويه. اذا اعزائي المشاهدين، يعني زي ما احنا شايفين دودار ممكن يلحق بمباراه مصر وتشاد القادمه، لكن باسم مرسي من حتى مشيته من زعله اعتقد ان هو صعب يلحق المباراه القادمه. سياده السفير يعني شايف يعني مجهود كبير، ويعني هي دي كوره، كنا كسبانين 5 والنهارده النهارده خسرنا، يعني هي دي كره القدم، لكن احنا ما اديناش الاداء اللي خلينا نكسب النهارده. هو الاداء طبعا كان مختلف عن اخر مره، اخر مره كان في يعني سيمفونيه جميله يعني، في نفس الوقت كمان ما تنساش المنتخب التشادي اللي احنا شفناه النهارده متغير 180 درجه. يعني انا لسه انا كان جنبي وزير، يعني غيروا فرقه في الوقت الضيق ده اعتقد. يعني هو المنتخب ما غيروش الفرقه، هم غيروا الكوتش، واتضح ان الكوتش في كذا لعيب، في كذا لاعب، حارس المرمى متغير بالظبط، حتى اللي نزل ده تفاءلنا بيه ان هو اللي جبنا فيه 5 بالظبط. الاداء متغير النهارده، فريق تشاد فعلا، تشاد عندها فريق النهارده، يعني حتى انا قلت فريق لوزير الرياضه كان قاعد جنبي قلت له اصبح عندكم فريق كوره فعلا يعني الساو. طبعا في نفس الوقت قبله موضوع ان احنا برضو الاداء بتاعنا برضو ما كانش، يعني انا طبعا مش خبير كروي، لكن الاداء انا مش ده الاداء اللي شفته اخر مره،
وبس الحمد لله الكره اخذ وعطى، وبرضه احنا مردوده برضه قادرين على التعويض. قادرين، انا حاسس وعلى ثقه ويقين ان احنا هنعوض في مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني دايما بنشكرك على كل شيء قدمته مع منتخبنا الوطني سواء في المباراه السابقه او المباراه دي، وما حسيناش ان احنا بعيد عن مصر. الله يخليك. يعني الله يخليك كابتن مهيب وهارد لك لمصر، وان شاء الله بون شانس المره الجايه. اسامه يعني القنصل يعني طمنا على استعدادات بقى تشاد للسفر، هيسافروا ازاي؟ انت راجع مصر طبعا، طمنا على الاجواء بقى هنا المصاحبه بعد هزيمه منتخبنا الوطني امام تشاد. لا ان شاء الله هنعوض في القاهره باذن الله وربنا يسهل ان شاء الله. دلوقتي الفريق بتاع تشاد ان شاء الله هينزل بكره على طياره عسكريه، وخلصنا لهم الاجراءات كلها وفتحنا لهم السفاره بعد الظهر. كان في ثلاث جوازات ثلاث لعيبه متخلفين، فتحنا لهم، اضطرينا نفتح السفاره بالليل الساعه 8. وان شاء الله يعني منتخبنا النهارده ما كانش بيأدي بالاداء المميز. طبعا البعثة يعني بعثتهم قد ايه؟ لا هي البعثة مش كبيرة، هي البعثة تقريبا 23 25. هينزلوا في برج العرب؟ لسه ما حجزوا، نازلين بطيارة حربية هم لسه اصلا. كانوا بيفكروا ينزلوا مع منتخبنا في نفس على مصر الطيران. صعب شوية لكن صعبة والتكلفة عالية فقرروا تقريبا هينزلوا بطيارة عسكرية. وان شاء الله بكره باذن الله بالتوفيق كده دايما، وان شاء الله نشوفك في مصر وحضرتك هتبقى متواجد معانا ان شاء الله. انا نازل مع المنتخب النهارده، وكان معايا حتى كمان يوسف. انت زعلان يا يوسف النهارده ان منتخبنا خسر؟ كان نفسك تحتفل النهارده. بصراحه اتفرجت على الماتش. ايه رايك في الماتش؟ حلو. حلو ايه، ان تشاد كسبت يعني ولا ايه؟ لا اللعيبه كانت بتلعب حلو الشوط الاول. الشوط الثاني مش عارف اللي حصل. شايف ان مصر قادره على التعويض يعني؟ ان شاء الله نكسب 2-0 كمان ان شاء الله باذن الله. نحتفل ان شاء الله باذن الله. طيب ده طبعا لقاءات كانت مع السفير والقنصل والدكتور، وقال يمكن اهم حاجه بالنسبه لنا هو اصابه باسم مرسي. يعني دي يمكن كواليس العوده بالطياره امبارح او فجر النهارده، زي ما قلت لكم يمكن باسم مرسي خلاص هيكون صعب انه يرجع، وانا شايف ان هو ياخد فتره راحه. الولد محتاج اجازه شويه، بقاله من ساعه ما لعب ابتدى يلعب اساسي في نص الدور، يعني في الدور الثاني تقريبا او بدايه نص الدور الاول، ما بيريحش خالص وكل الماتشات بيلعب اساسي، محتاج ياخد راحه شويه، يبعد شويه. والزمالك واخد راحه يعني بعد الماتش ده، لازم ياخد له راحه على الاقل اسبوع يريح خالص ويبعد عن كره القدم عشان يرجع زي ما هو كان ان شاء الله في احسن حال. ولكن ليه استفسار زي يعني ما اعرفش ليه مستر كوبر ما ياخدش مهاجم مكانه؟ يعني في العالم كله لما بيحصل حاجه واحد بيمشي او بيصاب بيجيب حد مكانه. يعني الماتش الجاي مثلا لا قدر الله مثلا كوكا ده اتعور في اول ربع ساعه ولا حاجه، هتلعب بعمرو جمال ماشي، حصل حاجه ثانيه عايز تجيب جون مثلا، محتاج تنزل راس حربه، ما تضمنش الامور، خلي دايما في ايديك عشان ما تقولش يا ريتني كنت جيت مثلا او جبت. يعني خلي دايما الناس معاك، مش هيحصل حاجه، مش حاجه وحشه او في حقك وحشه انك تجيب لعيب عندك كان بره مثلا الفرقه وتجيبه بعد ما اصيب حصل اصابه، فش اي حاجه ولا بتقلل من قدرك ولا حاجه. دي حاجه. تاني حاجه برضو بالنسبه لمستر كوبر، شفنا يمكن يعني انا شفت كنت انا في هنا معاكم في الملاعب اليوم وهو بيقول اللعيبه اللي اختارها، ساعتها انا علقت قلت هو اللي ادرى مننا باللعيبه وهو اللي شايف، ولكن ساعتها كان في بعض اللعيبه ما بتلعبش، قلت يمكن هو الراجل بيحب دايما اللعيبه تكون معاه اللي هم كانوا متعودين عليه. ولكن خلينا برضو يعني في كره القدم في متغيرات كثيره جدا جدا. السنه دي الدوري دلوقتي احنا دلوقتي هو في الاسبوع الخامس، باين في لعيبه مش في حالتها، اللعيبه اللي انت كنت تلعب بيها من شهرين ثلاثه مش هم اللي بيلعبوا دلوقتي، في لعيبه بتاعت ممكن تكون احسن منهم دلوقتي، ممكن لعيبه تخش معاهم في الشكل او في المضمون يبقوا كويسين. فلازم انا اعتمدت على اللعيبه بتاعتي دي، بس انا اعتمدت عليهم برده مع احترامي في تشاد، ماتشات كلها لسه برده مش ماتشات قويه، يعني اللي هو انت يعني هم بقوا في ضهر، مش زي بس حسن شحاته اللي كان حسني وابو تريكه اللي هم وقفوا معاك كسبوه بطولات، فبالتالي لو وحشين ياخدهم برضه. فلازم يبقى فيه، ما اعتمدش على ال 20 25 لعيب دول اللي كانوا معايا، ان كان بقى وحشين دلوقتي هاخدهم برضه، ان كان مصابين هاخدهم برضه، لا طبعا. يعني انا شايف مثلا لما تيجي تبص دلوقتي على الدوري اللي احنا بنتفرج عليه ده، مين يعني هتلاقوا مثلا شيكابالا ابتدى يبان بشكل كويس، مروان محسن في خمس ماتشات ولا اربع ماتشات هايل ماشي كويس جدا، في بيتروجيت وعلى واحد اسمه كريم طاهر اللي جاب جول النهارده مع بيتروجيت لعيب كويس جدا. الناس دي طيب، يعني في اسامي كتير، انا مش بس مش عايز انسى حد، يعني في اسامي كتير
ابتدت تبان بشكل كويس قوي. طب انا ابتدي يعني احط اخد لي واحد اخد لي اثنين من الناس, يا مروان محسن ده مثلا ما يخشش ليه النهارده المنتخب مع مستر كوبر, يروح يلعب او يكون قاعد احتياطي او يكون حتى بره السكوب بس يكون حاطه عنده ان كيس عايزه في اي وقت يرميه في اي حاجه, بينط وبيلعب ولعيب كوره وبتاع. فالامور الكوره بتتغير والمعطيات بتتغير, ما ينفعش يبقى هو يعني انا بس ما كنتش بتكلم قبل اللقاء لان هو اللي شايف اكتر وهو المدير الفني هو اللي حق الاختيار. ولكن بعد الماتش الاولاني يعني شفت ان في لعيبه انت واخدها حالتها في الملعب مش كويسه وخدتها ولعبتها وهم برضو لسه مش كويسين, فده يعني معناه ايه؟ معناه انك لازم تشوف برضو مين كويس دلوقتي وتجيبه, مش بس ان هو كان كويس زي معاك زمان او كسب معاك فتجيبه تاني. يعني نتمنى يعني راجل يكون عنده سعه الصدر وحد يقول له الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب النهارده طبعا في ماتشات كتير على فكره وفي طيب ايه اللقطه ورينا يا ياسر. اوكي طيب ده كان عمرو زي ما قال لنا مهيب عبد الهادي وعنده نزيف كبير, بس واضح ان هو واضح ان هو يعني ضغط الطياره عمل له النزيف ده, اكيد ضغط الطياره ولا حاجه. ان شاء الله يكون كويس عمرو ويكون الدنيا باذن الله, يعني الحاجات دي بتحصل لنا واحنا في الطياره كتير ولازم يرفع بس راسه شويه لفوق. طيب عمرو من اللعيبه المهمه والكويسين. طيب خلينا نروح نشوف برضو النتائج بتاعت ماتشات افريقيا وتصفيات كاس عالم ان كان على المستوى الافريقي. في ماتشات لسه العوده هتبقى زي ما احنا الثلاث, وفي ماتشات خلاص العوده اتلعبت وناس خلاص عدت, يعني الجابون عدى مع ايفونا يمكن شفنا الهدف او هنشوفه ضد موزمبيق كسبوا 1-0 ولعبوا بلنتيات اللي كانوا خاصين 1-0 في الماتش الاول وعدوا. زامبيا بتطلع السودان, السودان خارج اول بلد عربي تخرج من تصفيات كاس عالم بتخسر من زامبيا 2-0. اوغندا بتفوز على توجو 3-0 وبتعدي برضو توجو بتطلع بره. جمهوريه الكونغو وبوروندي بيلعبوا دلوقتي كانت نتيجه 1-1 وانا شغال معاكم اهو دلوقتي 2-2 كمان ماتش قوي جدا جدا. ماتش الذهاب كان فوز كونغو على بوروندي 3-2, عوده دلوقتي كونغو مع بوروندي 2-2. غينيا الاستوائيه والمغرب كان الماتش الاولاني نتيجه المغرب كان مفايز 2-0 حتى الان 1-0 لغينيا الاستوائيه. ولسه بقى ماتشات العوده, لكن خليني اقول لكم شويه النتائج بتاعه ماتشات الذهاب في بعض الفرق. زي ما قلت لكم موزمبيق جابون خلاص, السودان, بوروندي, الكونغو, ناميبيا كانت خسرانه من غينيا 1-0 في ملعبها, بنين كسبه بوركينا فاسو 2-1, توجو خسرانه من اوغندا 1-0, المغرب 2-0 على غينيا الاستوائيه زي ما انا قلت, ودلوقتي ماتش العوده بيتلعب المغرب خسرانه 1-0, مدغشقر مع السنغال 2-2, جزر القمر مع غانا 0-0, كينيا 1 كاب فيردي او راس الاخضر خسرانه 1-0, ليبيا كسب رواندا 1-0, انجولا خسران من جنوب افريقيا في ملعبه 3-1, النيجر مع الكاميرون 3-0, ليبيريا 1-0 على ساحل العاج, سوازيلاند, نيجيريا تعادل 0-0, موريتانيا 1-2 تونس, اثيوبيا 4-3 على الكونغو او 3-4, تنزانيا متعادله مع الجزائر بعد ما كانت متقدمه بهدفين, السليماني بيجيب هدفين ويحرز يبقى 2-2. طبعا كده الجزائر بتلعب الماتش الجاي في ملعبها, الموضوع هيبقى سهل بكتير. شاد فازت على مصر 1-0 وبوتسوانا على مالي 2-1, ادي النتائج قدامكم اهو, دي يمكن نتائج تصفيات كاس عالم لقاره افريقيا. طيب هنشوف كل النتائج نازله مع بعض اهو. خلينا نروح طيب ادي النتائج كلها قدامنا زي ما انا قلت لكم وكنا بنقولها مع بعض. خلينا بقى النهارده كان في ماتشين او في ماتش طبعا قبل البرنامج بتاعنا وفي ماتش واحنا شغالين وفي ماتش بعدينا, ماتشات مهمه جدا. ماتش الاولاني تعادل بتروجيت مع اسوان 1-1, ماتش اللي امامنا انتاج الحربي وغزل المحله وتقدم الانتاج الحربي محمد رزق بهدف, و وفي ماتش تاني طبعا في ماتشات في ماتشين بعد كده يا جماعه صح. المصري هيلعب النهارده, المصري وحرس الحدود ان شاء الله الساعه 7 الا ربع هيكون.
طيب ده يمكن ماتش مباشر دلوقتي الانتاج الحربي والمحله وتقدم حتى الان محمد رزق ادي الهدف اهو جايبينه لكم تشوفوه 1-0 للانتاج الحربي. الانتاج الحربي ابتدت العجله تدور ابتدى الفوز يجي كسب طلائع الجيش الاسبوع الماضي وحتى الان متقدم على غزل المحله يعني الصاعد واللي واضح ان هو في يعني مش هيفضل صاعد كتير لان الامور مختلفه وصعبه جدا على المحله حتى الان في المركز الاخير لعب 4 تعادل 1 وخسر 3 وده الماتش الخامس لو خسر يبقى خسر 4 غير المدرب وبرده المدرب الجديد احمد حسن لغايه دلوقتي برده ما عملش اي شيء جديد. كريم طارق يتقدم لبتروجيت وبتروجيت عنده مشكله على فكره بيبقى دايما وهو كاسب بيضيع اجوان وتحس ان هو خلاص ركب الماتش وفجاه تلاقي الامور ثابت تماما الشوط الثاني بالذات نص الملعب ما بيضغطش وبيروح الفرقه تروح رايحه جايبه فيه جون بمنتهى السهوله يعني لكوا تخيلوا بعد الهدف ده بدقيقه واحده كان الاسوان هيجيب جون انفراد من نص الملعب بيلعب 1 2 راح مكمل فجاه بقى هو وجون وضيعها وبعدين اسوان شكري نجيب بيجيب الهدف برده من انفراد والكوره جون بيصد وترد لشكري نجيب بيحطها. بتروجيت يمكن دايما هو الاحسن النهارده 45 دقيقه الاولى يعني نوعا ما اللعب متقارب الشوط الثاني اوله بدايه موفقه جدا لبتروجيت لعب على الاطراف كريم طارق وسام محمد ناحيه الشمال عمرو ناحيه اليمين ومعاش بيطه ومحمد رجب فرقه كويسه جدا ولكن ما اعرفش بيحصل لهم ايه بحاله من الهبوط فجاه في المستوى بص نص الملعب فاضي ازاي ادي الجول الاول راجل رايح انفراد تام بترد الواحد تاني بيحطها اللي هو شكري نجيب ده هدف التعادل وزي ما قلت لكم بعد الهدف على طول لبتروجيت كان في انفراد مؤكد برضه لعيبه اسوان ما عرفش ليه بتروجيت بيشوف الماتش خلص بعد ما يجيب الجون الاول يعني لازم يحافظ على الحته دي ويمكن في اخر مباراه جيمس تيدي ضيع انفراد لوحده كره وقعت له جوه ال 18 ولكن تدخل حارس المرمى بشكل كويس هو لعبها في صدره يعني كان ممكن بتروجيت يكسب المباراه ويخطفها ولكن اداء بصراحه اسوان لعب بعد ما دخل فيه الجون لعب ماتش كويس قوي مسيطر على الكوره وبينقل الكوره كتير وكان معاه لعيبه بتعرف تقف على الكوره كويس بيعملوا حاجات لفرقه بتاع الفرق بقالها كتير في الدوري ما بتخافش بيمسك كوره بيطلع من بالهجمه كويس من نص الملعب راح بكورتين او ثلاثه بشكل كويس. مبروك لعماد النحاس هارد لك لاحمد حسن مش عايزين نقصه على احمد احمد من اللاعبين المهمين ومدرب شفناه ملامح كبيره مهمه ماتش الاهلي ملامح بتزيكا قويه جدا فيعني انا ضد الناس اللي هي ايه بتقول لك بقى بتاعي الكلام يطلع اقالات والكلام الهبل ده يا جماعه احنا في خامس اسبوع بتروجيت كسب 1 تعادل 1 وخسر 3 ماشي يعني نتائج مش كويسه بس هتيجي يعني دايما اي مدير فني جديد بيجي ممكن يحصل شويه لخبطه اللعيبه لسه مش فاهمه مش عارفه ولكن انا اثق في احمد حسن واثق ان هو هيعمل شغل كويس محتاج وقت خلي بالكوا دخل السنه اللي فاتت في وسط الكاس كده مره واحده مع الفرقه برده مفيش وقت كبير ان هو يعمل فط اعداد ويشتغل عليه كويس ولكن يعني المنطقه الدفاعيه في بتروجيت خصوصا لما بيجيب جون بتبقى الموضوع مش لذيذ يعني بالنسبه لنص الملعب سايب والمدافعين واقفين مش على خط واحد وكل واحد سايب بشكل كبير لان يعني صعب في الماتش انت تجيب جون ودايما بتروجيت بيجيب جوان ولكن بيخش فيه اهداف ولكن عماد النحاس هايل عماد وعامل حتى الان يعني مباراه مهمه جدا اي نعم دايما الفوز بهدف او بتجيب هدف اهدافك قليله بس بصراحه بتلعب كوره حلو واللعيبه ما بتخافش معلم اللعيبه حاجه كويسه. خلينا ناخد بعض الاخبار سريعا عشان معانا النهارده هيكون معانا الكابتن عمرو انور، كابتن عمرو انور اللي ما شافوش واحد من افضل اللاعبين كان في النادي الاهلي وهو طبعا المدير الفني الحالي لمنتخب الناشئين والشباب ان شاء الله مسك اتحاد جده فتره من فترات المواسم السابقه لما كان في منطقه السعوديه او في السعوديه. هيكون طبعا معانا ان شاء الله بعد الفقره دي على طول هنقول شويه اخبار بسرعه ويخش معانا كابتن عمرو انور هنتكلم معاه عن ماتش تشاد طبعا ورؤيته للمباراه الماضيه والمباراه القادمه ان شاء الله. هنا لكم اسوان بيتعادل مع بتروجيت كوبر يستفسر عن اصابه جابر وربيعه بيشوف هم اخبارهم ايه ربيعه لقوه صعب عليه شويه لكن جابر ممكن يكون موجود ولكن زي ما سمعنا ان هو مش هياخد حد تاني خالص. كوبر بيصاحب باسم مرسي لمعسكر المنتخب بالاسكندريه. عايز اقول لكم في موضوع برضو معسكر الاسكندريه ده او ماتش في برج العرب ما اعرفش الناس قرت معايا زي ما قريت ان في نوه بكره هتبقى في استاد اسكندريه وبيقول لك نوه جامده جدا ما اعرفش نوه اسمها ايه بس بيقولوا نوه قويه جدا
أكون بكرة؟ والنوى بتوعنا أعتقد 3-4 أيام تالي أو 5 أيام. هل لو نزلت النوى دي وبقى في أمطار، شفنا احنا استاد برج العرب لما نزل فيه المية الفترة اللي فاتت كان محتاج، هو التاني يوم على طول عملوه بصراحة بسرعة جدا، ولكن لو نزل بكرة النوى وحصل فيه أمطار هل ممكن يأثر على الماتش يوم التلات؟ هل المرة دي عاملين حسابهم في الملعب هيغطوه؟ لان لو حصلت النوى زي ما شفنا اسكندريه بيحصل فيها ايه، ده لسه كل ده ما دخلناش في الحاجات الجامده يعني اللي كان في الاول ده تهريج يعني او حاجات خفيفه بالنسبه اللي بيحصل في اسكندريه او الامطار او النوات اللي في اسكندريه. فالنقل الملعب ان في كلام طالع النهارده هينقلوا الملعب لاستاد القاهره، الكلام ده طبعا عاري من الصحه، الملعب هو هو في برج العرب في اسكندريه، لان صعب انك تنقل الماتش قبليها بيومين. وبالتالي اتمنى من المسؤولين في برج العرب، واعتقد يعني ان شاء الله هم ناس على قدر المسؤولين، هم ياخدوا بالهم من الموضوع ده، يحاولوا يغطوا الملعب لو حصل بكرة مطر أو حاجات كتيرة يكون المواضيع مرتبة، عشان ماي ماتش ماي ما احنا لعبنا في مطر الدنيا هتبقى صعبة علينا جدا، احنا مش متعودين نلعب في مطر، احنا عايزين نلعب في ماتش ملعب كويس، لو الملعب أو النجيلة لمستها مية كتير وبقى في برك والكلام ده كله الماتش هيتقلب. اللي بقى ماتشات الدرجة التالتة اللي هو الضرب والخبط والكرة عالية مش هيبقى فيه كرة، وبالتالي الامور هتتساوى بشكل كبير جدا، لازم ناخد بالنا من الحاجات دي ان شاء الله. ماشي. طيب هي النوى بيقولوا لي اسمها المكنسه، ربنا يستر يعني. النوى ليه مين سماها المكنسه يا جماعه؟ ايه هم كده مسمين النوى المكنسه؟ ماشي. انا ما اعرفش الناس بتنوى يعني، برضو مش عارف ايه التسميات دي، ولكن هم بيقولوا اسمها المكنسه. طيب الجهاز الطبي بيحدد موقف ديودار ومورسي، ديودار ممكن يلحق ولكن باسم مورسي من الصعب انه يلحق، ممكن هل ولا لا مش عارف. بعثة شاد في القاهرة صباح الاثنين النهاردة بكرة ان شاء الله هيكونوا موجودين، وبعد بكرة الماتش على طول هيوصلوا الساعة 1:30 يطلعوا على اسكندرية على طول ان شاء الله. الاولمبي بيفاضل بين استاد السلام والمقاولين وواجهة الكاميرون، هيلعب ماتشين يوم 19 ويوم 22 في شرم الشيخ، انتوا عارفين الماتش ده هيكون في شرم الشيخ، لكن يوم 19 بيفاضل ما بين استاد المقاولين الفرعي او استاد السلام. تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لجلسة 27 ديسمبر، طارق الأعصر مدير الشؤون القانونية بيقول إن الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الدعوة، كان في أحد الأساتذة الأفاضل برافع دعوة حل لمجلس إدارة النادي الأهلي بسبب مخالفات في العملية الانتخابية. احمد فتحي هيبعد عن الملاعب لمده شهر، اتخبط في ماتش سيراميكا كليوباترا وخد بطحه في الركبه، هيقعد شهر بره الملعب وهيتعالج فيه. بيسيرو بيطير للبرتغال يوم الثلاث، وهيلعبوا النهارده وبكره تمرين وياخدوا اجازه من الثلاث للثلاث، هو والجهاز المعاون اللي هيكون يمكن الجهاز المعاون طارق سليمان وكابتن علي ماهر، على فكره هو علي ماهر مش في الجهاز المعاون في الناشئين دلوقتي، هيروحوا فتره اعداء او هيروحوا فتره معايشه مع نادي اتلتيكو مدريد. فيرا بيرفض رحيل ابو جبل، شايف ان هو من اللعيبه المهمه وحارس مهم، والزمالك فرقه كبيره لازم يكون ليها 3 حراس كبار. محافظ الاسماعيليه بنسق لقاء الاسماعيلي والترجي بشرم الشيخ، الاسماعيلي عايز يلعب ماتش مع الترجي او يعني شايفين ان هو حاجه كويسه في شرم الشيخ، حاجه كويسه جدا جدا، وزي ما قلت الماتشات دي مهمه جدا في الوقت ده، والجو هناك من احلى البلاد اللي تلاقي فيها الجو حلو وجو كوره وملعب، اعتقد ملعب كويس، يمكن الاضاءه بس مش كويسه، لكن ملعب الاهلي لعب عليه السنه فاتت شفناه مع المصري، فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاسماعيلي وكابتن احمد حسام ميدو. العشر بيقود المقاولون خلفا للكابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته استقال، والكابتن طارق العشر اللي كان معانا يمكن في تليفون اول ما رجع لسه كان بيقول انا لسه هبص واشوف اعمل ايه، ولكن لا المقاولين على طول. كابتن طارق بيحب يشتغل في الانديه المؤسسات نوعا ما شويه، الانديه الجماهيريه ممكن كان فيها ضغط، يشتغل مع الحرس يشتغل فيها كويس، يشتغل مع امبي يشتغل فيها كويس، وادي مع يمكن المقاولين اكيد هيشتغل معاه كويس. كابتن حامد طولان بيعتذر عن تدريب الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري طبعا بعد الهزيمه ما اعرفش يعني فرقه كان الناس عماله تقول عليها كويسه جدا، خسر ماتشين ورا بعض عايزين يمشوا مدرب، مش عارف ايه النظريه او مشوه يعني عشان خسر 5. والله يعني مع احترامي طبعا لكل الناس، ولكن يا جماعه الجماهير لا تخوض، انت كنت من يومين الناس كلها بتقول لك فرقه كويسه جدا والناس كانت بتتكلم على توصل للمربع الذهبي وبتاع، خسرت ماتشين ورا بعض 5 كتير والنتيجه مش حلوه والاتحاد سيد البلد والكلام ده كله، ولكن خليك يعني انت لو جبت مورينيو مش هتاخد مش هتطلع دوري او هتطلع رابع، لازم تبقى الناس عارفه امكانيات فرقتها. للاسف الشديد مجلس الادارات بتضعف قدام او بتضغط من الجمهور فيروح عامل لك يشيل المدرب، ودي يبقى اول حاجه انك تخلص على فرقتك، خصوصا الفرقه ما لهاش امل انك تبقى اكتر من الخامس السابع الثامن، يعني الاتحاد يفضل في الحته دي يا جماعه،
يعني هل اللعيبه اللي موجوده في الاتحاد توصل للمركز الثالث مثلا، او مع احترامي الشديد ليهم والامكانياتهم، ولكن كل سنه انت السنه دي ماشي بشكل كويس، اه كسبت فرقتين الضعاف في الدوري لكن كسبتهم من سنين وكنت بتكسب فرقه ضعيفه مثلا. فيا جماعه المسؤولين ما تضعفوش قدام الجماهير، لان في الاخر الجماهير بتسيبكوا، هتقعد كل ما بتخسر هيقول لك شيل شيل شيل. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل كابتننا كابتن عمرو انور ومناقشه حول ماتش مصر وتشاد ان شاء الله بعد الفاصل. رجعناكم تاني ومعايا ومعاكم نجم النادي الاهلي ومدير فني للمنتخب 2000 ان شاء الله بالتوفيق باذن الله كابتن عمرو انور. مساء الخير كابتن عمرو. مساء الخير، ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله ومنورنا ومشرفنا في السعوديه، يعني نتائج رائعه مع نادي اتحاد جده على مستوى الشباب وعلى مستوى الفتره اللي حضرتك مشيت فيها في الدرجه الاولى، وان شاء الله بالتوفيق في منتخبنا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر الامور يا رب ان شاء الله، ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يمكن يعني نجحت قوي بره، لسه هتيجي في مصر بشكل كبير صح؟ يعني هي الفرصه اللي في مصر انت تشتغل مش ما لحقتش. لما اشتغلت في مصر كان معظم الشغل على مستوى اللي هو قطاع الناشئين، سواء كان في النادي الاهلي او في المنتخب اللي هو منتخب الشباب كان مع كابتن مصطفى يونس. والفرصه اللي جات لي كشغل في الفريق الاول كانت بره مصر. يمكن كان في كلام ان انا برضو هنا كان في الموضوع اللي هو بتاع الانتاج الحربي ده، بس ما تمش يعني ما كملش. فالشغل في الفريق الاول كان في السعوديه، ما كانش هنا لسه موجود. انك تمسك الاتحاد جده ولو حتى مؤقت كانت حاجه صعبه جدا جدا. الاتحاد جده من الانديه يعني زي زمالك والاهلي هنا، والجماهير كمان هناك صعبه، اصعب شويه من هنا. اصعب ومتحمسه جدا جدا. تمام. مسكت كتير مرة وتاني سنة مسكت، واضح ان هم واثقين فيك بشكل كبير. يعني اول مرة اول مرة هي اللي كان فيها خوف كبير جدا. لان كان وضع الفريق كان وحش قوي في السنة اللي هي مش اللي فاتت دي، اللي هي اللي قبلها. كان يعني مش عايز اقول كان مهدد بالهبوط، بس كان في مراكز متراجعة جدا او متأخرة جدا. وكانت المباريات اللي انت هتشتغل فيها دي لو حصل فيها تعثر كان هينزل بقى الفريق خالص يعني. ما خفتش انت كابتن عمرو؟ يعني في ناس يعني مش من دون ذكر اسامي، في ناس زي حضرتك في الخليج جات لهم الفرص دي كتير، يقول لك انا لو طلعت فوق هتحرق، خليني دايما في الحته اللي تحت، ويعني مش بناكل عيش بس يعني مطمنين الناس يعني مفيش عين عليا يعني. والله لا بص انا ما حسبتهاش كده يعني. انا حسبتها انها فرصه ما 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 بتجيش لحد كتير يعني معظم المدربين خصوصا المصريين، خلينا برضو نتكلم بواقعيه شويه. المدرب المصري في البلاد العربيه مش واخد وضعه قوي يعني، ما بقاش لازم زمان. تكون بالظبط. وحتى زمان يعني حتى يعني بس جيل السبعينات تالي كان في مدربين كتير مرنوا بس ما اشتغلوش في فرق كبيره بحجم نادي الاتحاد يعني مثلا. يعني الكابتن جوهري الله يرحمه بتاريخه ده كله ما مسكش الفريق الاول في نادي الاتحاد. اشتغل فتره في جيله، اشتغل في السعوديه في انديه كبيره، في نادي الوحده، نادي في نادي ايه تاني يا ربي يعني مش قادر افتكر، بس انا بكلمك على المدربين اللي اشتغلوا في نادي الاتحاد. يعني كابتن انور سلامه اشتغل في نادي الاتحاد، كابتن طه بصري الله يرحمه، كابتن جوري الله يرحمه، كابتن زيزو، كابتن احمد حليم راح في الامارات. لا انا بكلمك على نادي الاتحاد، نادي الاتحاد الاخص جده. الناس دي كلها بالاسامي دي كلها ما حدش فيهم مسك في الاول. انا لما جات لي الفرصه ما حسبتهاش كده يعني. انا حسبت ان دي فرصه. انا ده اللي جات لي فرصه، لو انا رفضتها مش هتتكرر تاني. اشتغلت واجتهدت، وزي ما بقول لك كان موقف الفريق صعب. يمكن اللي فارق معايا شويه ان انا ما اعتمدتش على الاسامي ولا على اللعيبه المحترفين، اعتمدت على اللعيبه اللي هم بتوع الفريق الاولمبي هناك، لان هم هناك عندهم اللي هو نظام مسابقات ناشئين شباب اولمبي. الاولمبي ده اللي هو تحت الفريق الاول زينا يعني. لا احنا ما عندناش هنا مسابقه اولمبي، احنا معلش مسابقه عندنا، جيل يعني. هم عندهم مسابقه 21 سنه اولمبي اللي هي 22 سنه و22 سنه. فطلعت اللعيبه دي كانت موجوده، وقعدت الاساسيين وقعدت المحترفين. انا في ماتشات كنت بلعب فيها من غير ولا محترف في الملعب والله العظيم. بس تعرف هناك السعوديه انك مع جيب محترف ما تلعبوش يعني، لو خسرت هيحصل فيك ايه؟ ما انا استغليت بقى ان الجمهور قلب عليهم اساسا. وهم يعني هم مش 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 موضوع وحشين، بس هي فكره الـ مش اي حد يقدر يتاقلم مع الدوري العربي او الدوري السعودي او العيشه في البلاد العربيه. هي دي كانت يعني هي دي كانت النقطه اللي كانت مأثره على المحترفين شويه. معظمهم جايين من البرازيل، من في ناس من اوروبا وعلى طول بيجوا من البرازيل ومن اوروبا بالظبط كده. طب اول ماتش كان عندك ماتش قوي ولا عادي؟ كان عندي ماتش،
هو ماتش مش قوي بس عارف انت بلغه الكوره زي ما بنقول ماتش غلس يعني فرقه تحتيك في الجدول بس انت عارف الفرق لما بتلعب فرق كبيره والفرق الكبيره بيبقى مستوى مهزوز الفرق اللي بتيجي تلعبك بتبقى طمعانه فيك قوي فده اللي حصل بالظبط هو ده اللي حصل ويمكن انا حتى لما يعني لما اتكلمت مع اللعيبه قبل المباراه قلت لهم انتوا كبار ولازم تثبتوا للفرقه اللي جات لعيبكم انكم كبار كل ما يعني كل ما هتلعب مش عايز اقول بسلبيه بس كل ما هتلعب برتم بطيء وهتلعب بشكل مش كويس هتطمع الفرقه هتثبت له وجهه النظر اللي هو جاي طمعان فيك فحاجه من الاثنين يا تثبت له ان هو غلطان يا تثبت له ان هو على حق فيعني الحمد لله كانت النتيجه كويسه ويمكن حتى كسبنا 3-0 يعني انا اقول لك على حاجه غريبه انت يعني كان الفرقه بقى لها حوالي 5 مباريات أو 6 مباريات ما بتكسبش فاحنا لحد الدقيقه 81 او 82 كنا كسبانين 3-0 في الدقيقه 87 دخل فينا جون وفي الدقيقه 89 دخل فينا جون كان ممكن الماتش يروح منك بسبب ان اللعيبه يعني ابتدت تتوتر او ابتدت تحس ان يعني بقى لك كتير ما بتكسبش ف 3-0 وفاضل 5 دقايق فده حاجه خلاص مباراه منتهيه فكان ممكن المباراه طبعا طب المره الثانيه يعني ان هم يثقوا فيك تاني وتروح وترجع تاني قعدت اكتر شويه المره الثانيه المره الثانيه قعدت لا هو المرتين في خلي يعني المرتين في كمده نفس المده كانوا كانوا مده خمس تقريبا دي مثلا. شهرين ودي شهرين في المده انما في المره الاولانيه كانت حوالي 5 ماتشات والمره الثانيه كانت 8 مباريات المره الثانيه ما حسيتش بالخوف والقلق لان انا كنت جربت الشغل في وكان عندك برضو هم باك جراوند كويس فالناس برضو دي حاجه والفرقه تقلت شويه عن السنه اللي قبلها يعني المحترفين اللي جم كانوا لعيبه كويسين يعني كان فيهم ولد في سامبا دياكيتي ده لعيب كويس جدا كان بيلعب في الدوري الانجليزي في ماركينيو ده كان بيلعب في روما في روما ايوه بالظبط ياكونان بس ماركينيو يعني ما عملش حاجه في روما قوي كان شواوي يعني عشان يبقى جامد قوي ما يعملش حاجه في روما بس كويس في الدوري السعودي يعمل والله فرق. عمل شويه كويس يعني لما بيبقى في حالته بيفرق مع الفريق كويس جدا وعنده ميزه التسديد القوي سواء كور متحركه او كور ثابت ودي كانت بتفرق في مباريات كتير طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن يعني ما انت ما اشتغلتش في الدوري المصري بس اكيد متابع اكيد يعني برضه بتشوف الدوري السعودي فاهم بقى اقوى من الدوري المصري بمراحل يعني ولا الموضوع الجمهور هناك هو اللي مقوي والسبونسرز وكده بالظبط هو ده الفرق مش مستوى اللي مقوي الدوري السعودي الجمهور والتغطية الإعلامية الممتازة اللي موجودة هناك بصراحة يعني شكل يعني المباريات التصوير والشكل والدعاية والإعلانات يعني شكل المباريات بالجمهور مع الجمهور حلو. مع ان انت برضو الى حد ما في يعني في ماتشات ديربي وكلاسيكو اكتر من هنا شويه وفي منافسة شويه يعني اكتر شويه فرق بتنافس اكتر شويه فهو ده اللي مديله قوة شوية انما كمستوى لا المستوى انا شايف المستوى متقارب حتى بالفلوس الكتيرة اللي بيدفعها الأندية السعودية للعيبة المحترفين لمدربين كبار ما بيأثرش ده او يؤثر شوية في المستوى ممكن يشيلوش اللعيبة اللي معاهم ممكن شوية. يأثر بس مش الفرق اللي هو مش الفرق الشاسع يعني ما بتتكلمش مثلا عن الدوري المصري والدوري مثلا هقول لك بلاش مش هنتكلم على الدوريات الكبيرة مش هنقول مثلا الدوري الفرنسي او الدوري مش هيبقى الفرق يعني. كده لا لا انما التغطية الإعلامية والحضور الجماهيري والملاعب شوية والنقل التلفزيوني لا ده مديله شكل اقوى مننا بكتير طيب المنتخب بقى منتخب 2000 انت حضرتك كنت بعيد قوي ورجعت على المنتخب يعني انا سنتين يعني ما اللي بيطلع من مصر برضه بيبقى صعب شويه كويس مبسوط انك رجعت على منتخب مصر ولا شايف الفرصه اتاخرت شويه لا مش موضوع اتاخرت بص يا حازم انا ما بحسبهاش كده يعني انا عايز زي ما انا عملت حاجه بره كويسه وخلي بالك يعني اللي انا عملته بره ده هو اللي سمع هنا وهو ده هو ده اللي عمل لك اسم هنا وعمل لك ارضيه كويسه شجعت الناس ان انت تبقى موجود في مكان زي ده حته انك بتشتغل في منتخب انا شايف ان الشغل في المنتخبات يعني مهما كان السن انا شايف ان دي حاجه كويسه لاي حد يعني برضو انك تبقى مدير فني المنتخب ايا كان السن دي مش حاجه انا شايفها قليله لان على مستوى العالم يعني انت برضو اكيد هتأيدني في الموضوع ده مدربين كبار جدا بيمسكوا منتخبات ناشئين وشباب واولمبي في اي حته يعني انا شايف ان ده شرف لاي حد لا 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 يمكن انا كان عندي حته شويه ان انا بعد ما بعدت عن السن اللي هو بتاع الصغيرين ده
ووصلت لمرحله ان انت بتمسك اكبر نادي في السعوديه، ما كنتش عايز ارجع اشتغل في السن الصغير ده تاني. انما اللي خلاني يعني ما يبقاش عندي مشكله ان ده منتخب. انا بكلمك بصراحه يعني لو شغل نوادي لا ما كنتش. طب بدايه عامله ازاي؟ بتلف يا كابتن، بتروح بتيجي، بتبتدي تعمل كيان المنتخب، هيكل المنتخب؟ احنا يعني احنا بقالنا حوالي دلوقتي داخلين في 3 شهور او 4 شهور. الفتره اللي هي البدايه بتاعتنا ما كانش الدوري لسه بدا، فاضطرينا ان احنا نلف شويه على المحافظات ونلف هنا على الانديه اللي هي كبيره زي الاهلي زمالك مقاولين انبي. كنا بنتفرج على المباريات الوديه لحد ما البطولة تبدأ. عملنا تجمع كده للتعارف يعني، وإن شاء الله آخر الشهر ده عاملين بقى تجمع جدي شوية كده. كنا طالبين مباراتين مع السودان بس اعتذروا، فهنعوضهم بماتشين محليين إن شاء الله، ممكن يبقى مع الزمالك أو مع الأهلي سنة أكبر إن شاء الله بإذن. طيب أول تجمع، أول حاجة رسمية إن شاء الله إمتى يا كابتن عام؟ هو القرعة هتتعمل في شهر 1 إن شاء الله، 1 الجاي ده بعد شهرين يعني. فإحنا عندنا احتمالين، يعني نلعب في شهر 4 اللي هو الدور التمهيدي، يعني هنلعب في شهر 6 لو اتجنبنا من الدور التمهيدي. طب دي تعتمد على ايه التجنب ده؟ ان احنا غالبا يعني غالبا هيبقى لا غالبا هيبقى على عدد الفرق المشاركين في التصفيات، فهيحددوا المستويات بتاعه الفرق، يشوفوا مين يخش في التمهيدي ومين يجنبوه الدور التمهيدي. يعني وجاهزين احنا للكلام ده؟ مش متاخرين شويه؟ متاخرين كتير مش شويه. بس بجد احنا بنحاول. يعني احنا بنحاول نجتهد بنشتغل. يعني انا حتى يمكن قعدت مع الدكتور محمود سعد كلمت معاه، قلت له احنا دلوقتي وضعنا مختلف عن وضع المنتخبات التانية. المنتخبات التانية اشتغلت فترات طويلة، فمش محتاجة انها تعمل تجمعات كتير. احنا لسه بنعمل هيكل للمنتخب وبنكون المنتخب، فهنشتغل شوية شغل أندية، يعني مش هنشتغل شغل منتخبات. فاتفقت معاه ان احنا هنسيب اللعيبة للأندية اللي هو الفترة من 1 لـ20 في كل شهر. وهناخدهم احنا نشتغل معهم من 20 لـ30، ويبقى الدوري بقى بطوله بتتعب كده. الدوري بيتلعب من يوم 1 لـ20 في كل شهر مع المسابقات كده بالظبط كده. حتى يمكن هي ضغطت شويه. احنا ما انا بقول لك احنا ان شاء الله من يوم 20 اللي جاي ده اللي هو التجمع بتاعنا هيبقى من 20 لـ30، وطالبين في البرنامج بتاعنا ان احنا نعمل مباريات وديه كتير. حتى هم يعني كانت الناس بيلعبوا الزمالك وحكوا هي الزمالك لعبوا فيرست تيم يعني ولا لا 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 هيبقى يعني مثلا 99 98 اللي هو يبقى اكبر منك بسنتين، لان انت كده كده هتلعب في افريقيا مع ناس اكبر منك. طبعا ده اكيد ده ملاش حق يعني. انت اكيد لو شفت المباراه اللي هي نهائي كاس عالم للناشئين اللي هي نيجيريا ومالي، حاجه ايمانويل يعني اللي ماسك يعني مستحيل دول يبقوا. انت عارف قال لي حاجه غريبه جدا ايمانويل كابتن عمرو، قال لي احنا ما عندناش انديه في السن ده، احنا بنجيب من الشارع. صح يعني قال لي احنا بننزل مثلا نروح زي مثلا محافظه الفيوم نقول احنا جايين النهارده منتخب هيشوف اللعيبه، يروح نازل في الملعب بتاع 300 واحد. تخيل بس بيشتغل وقت قد ايه بقى هو بقى. بس بص يعني شوف ازاي وبيروح يكسب كاس عالم واحنا عندنا انديه وعندنا قطاعات كبيره جدا وناشئين ومسميات كثيره جدا، ولكن ما بيطلعش حاجه تاخد كاس عالم. التخطيط والشكل بتاع المسابقات. طب هو ما عندوش حاجه خالص يا كابتن. ده ما عندوش حاجه، ده ما عندهمش حاجه. ايوه بياخد من الشارع يعني. الناس عنده حتى ما عندهاش كلمه تيم ورك لسه. هو عنده امكانيات بشريه وعنده وقت. احنا العكس، احنا عندنا. طب احنا عندنا ما عندناش يعني عندنا بس ما عندناش تخطيط. ما انا بقول لك ما فيش تخطيط يعني. انت النهارده لما يبقى عندك منتخب 97 هيلعب معاك في نفس التصفيات، هيلعب في شهر 4 2016، ومنتخب 2000 هيلعب في شهر 4 2016. منتخب 97 اتعمل له تخطيط كويس جدا واتعمل له برنامج كويس جدا، شغالين من سنتين ونص او من 3 سنين. احنا منتخب 2000 متكون من 3 شهور. دي انا عندي فيها يعني انا عندي فيها سبب، ممكن يكون هو ده السبب، ان ممكن يكون اتحاد الكوره ما كانش مقرر انه هيشترك في المسابقه دي، لانه في مسابقات كتير بتاعه السن بتاع الناشئين مصر ما اشتركتش فيها. فممكن يكون خد القرار متاخر شويه انه هيشترك في المسابقه، فعشان كده. طيب ربنا معاك كابتن عمرو ان شاء الله، يعني باذن الله تلحق باذن الله ان شاء الله. خلينا نثق ونطمن يعني. طب خلينا نروح لمنتخبنا الاول، اكيد متابع الاجواء وشايفين اللقاء الاول يعني كلنا ورا منتخبنا ان شاء الله باذن الله. لكن خلينا نتكلم على الماتش الاول، شايفه ازاي؟ والماتش العوده بعد 4 ايام المدرب يعمل ايه؟ الفرقه شكلها ايه؟ خلينا نتكلم على ماتش الذهاب الاول. هو طبعا في حتى ماتشات كتير اتلعبت طبعا يمكن هيجيبها لنا ياسر واحنا بنتكلم على ماتش مصر. لا هي طبعا انت بتتكلم في طبيعه اللاعب العربي، مش هقول لك اللاعب المصري، ان انت لما تكون من شهرين بتلعب نفس التيم وكسبان 5-1، كسبان التيم ده 5-1 على ملعبه، فالطبيعي ان انت رايح مستسهل الامور يعني فاكر شويه. طبعا
يعني خلينا واقعيين, الناس اللي هي مركزة شوية في الكورة هتقول أنا ممكن أكسب بس مش هكسب بنفس الشكور. مش أبا يعني يعني ده كان انطباع ناس كتير كانت موجودة وكانت بتتكلم على المباراة. وده كلام مظبوط, لأن انت برضو لما بتكسب فرقة على ملعبها 5-1 وبتروح تلعبها تاني مرة على ملعبها, الدوافع اللي عند الفريق التاني والحافز اللي عنده اللي هو ما يخسرش تاني على ملعبه حتى لو كان بيلعب بطل إفريقيا أو بيلعب تيم من أكبر الفرق في إفريقيا هتبقى أعلى من الفريق اللي هو الكسبان صح. اللي هو المفروض أنه رايح ضامن أنه هيكسب. حتى أنت لو تلاحظ مستر كوبر نفسه تقريبا يعني غير في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها. هو دايما بيلعب 4-2-3-1. ليه يعني انت حضرتك مدير فني, هو دايما معودنا نلعب 4-2-3-1 وبيكسب ماشي بيها كويس. هل عدم وجود صلاح خلى الفرقه تتغير وخلى شكل الفرقه لازم يلعب 4-4-2؟ يعني انت شايفها ازاي؟ هو انت تحليلك وتعليلك ايه انه يغير طريقه اللعب؟ لا ممكن ان انا النهارده عايز اكسب, عايز اعمل نتيجه كويسه من المباراه الاولانيه, عايز ارتاح في الماتش الثاني فبلعب اكبر عدد من المهاجمين علشان اكسب اخلص من المباراه الاولانيه. ممكن يكون ده فكر وممكن يكون الكلام اللي انت قلت ان انا مثلا دلوقتي ما عنديش بديل لمحمد صلاح عشان العب بنفس طريقه اللعب. ممكن. وانا امبارح وانا بتفرج على المباراه وشايف ده كان صح اللي هو لعب 4-4-2. لا شوف, صح وغلط دي بتاعته هو, ما هو الخاصه هو أدرى بتاعته, ما هو ادرى كل حاجه لغايه ما بعد لغايه المباراه شو بيحصل يعني, وبعد كده الناس تعلق عليه. يعني انا برضو بزيك كده اللي هو التشكيل والطريقه بتاعه المدرب لان هو اللي شايف, بس لما بنشوف الماتش بنعلق عليه بقى هل هو كان رايته صح للماتش. مش عايز اقول صح ومش عايز اقول غلط, انا بس انا هقول انا مثلا اختلف معاه في حته انه ما يلعبش بحسام غالي من الاول, ما تلعبش انه ما يبتديش بيه. انا اختلف معاه عايز يبتدي في نقطه زي دي. طبعا يعني انت النهارده برضو وانت بتلعب بالشكل اللي هو لعب بيه امبارح ده انت افتقدت لصانع لعب, انت ما عندكش صانع لعب في الملعب. 4-4-2 فلات, انت بتلعب بالظبط 2 ديفندرين صراح واثنين اطراف مؤمن وكهربا. الاربعه اللي بيلعبوا في الحته دي ما فهمش صانع لعب اساسا. يعني حتى لو انت صح. فكرت ان انت تلعب بواحد فيهم كصانع لعب هو مش هيقدر يؤدي الدور ده اللي حصل. هو بقى كهربا بس تلعب على كهربا الماتش كله. ما انت بتتكلم هو كهربا طرف ومؤمن زكريا طرف وفي اتنين محاور في نص الملعب او ديفندرات ما بيزيدوش لان هي امكانياتهم كده. يعني انت النهارده هتطلب منه انا لسه بقول لك حتى لو طلب من واحد فيهم يوظفه في بس النني مش بنشوفه في اوروبا او في بازل بيعمل الحته دي كويس وبيزيد وبيروح بس بيعملها قد ايه يا حسن؟ بيعملها كم مره في ال90 دقيقه؟ يعني ممكن يكون كوبر مش قايله يزيد, مش شرط. وهو طبيعه لعب الولد, اصل انا محمد نني ده من الناس اللي انا مرضاه في النادي الاهلي اساسا وعارف طريقه لعبه وعارف هو المدرب بيديله ايه, المدرب بتاع بازل بيديله ايه. هي برضو في الاول وفي الاخر انت بتتكلم في امكانيات وقدرات, قدراته دفاعيه فقط لا نني. مش قدراته دفاعيه فقط بس في وقت يا حازم لما انت النهارده بتلعب في مكان لمده مثلا 7 سنين 8 سنين حفظت الواجبات دي بالشكل ده بتأدي بالطريقة دي هيبقى صعب عليك ان انت تغيرها فجأة. انما مثلا عندك واحد زي حسام غالي هو اوريدي راجل كان بيلعب بالظبط عنده الحتة دي. فحتى لما بيلعب كمحور تاني او ديفندر تاني ان كان في النادي الاهلي ولا في المنتخب, لا هو عنده القدرة انه يصنع اللعبة حتى من المكان ده. وفي يعني في حاجات يعني في طرق لعبة حتى في يعني دلوقتي بقت واجبات ان انا ممكن النهارده لما يبقى عندي واحد زي حسام غالي في الملعب وانا معايا الكوره بلعب باتنين ديفندرين صراحه, وانا مش معايا الكوره لا بخلي واحد ثابت وبخليه هو يعني زي ما بتقول ايه بيتحركوا شويه خلف المهاجمين يقدر هو يصنع لك اللعب. دي بتبقى حاجات يعني بيبقى فكر المدرب او طريقه لعب بتاعه المدرب بتبقى محتاجه وقت ان انت تشتغل بيه. ممكن يكون هو ما ابتداش بيه لان حسام غالي بقاله فتره بعيد عن المنتخب وده برضو وجهه نظر تحترم. دي مش حاجه غلط ان انا ما اجيبش واحد بقاله فتره. ممكن يكون هو لاعب مثلا دودار وهو بقاله فتره ما بيلعبش لان هو محكوم في المكان ده محتاج حد دلوقتي وده اجهز واحد. طب معلش كابتن عمرو هستاذن حاجه بس اقطع كلام حضرتك ونطلع تليفون عشان كنا بنتكلم على ماتش المنتخب مصر وهيكون في نوى يقال في نوى ومعنا الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن, اهلا وسهلا بحضرتك. معلش عطلنا حضرتك. لا يا فندم. طيب معلش خلينا نستفسر بس استفسار, احنا سمعنا ان في نوه بكره قويه اسمها بقى المكنسه اسمها المكنسه مش عارف اسمها ايه. ايوه. طيب هل هي حقيقه فعلا هي فعلا في حاله عدم استقرار في البلاد بدات من الغرب سلوم مطروح اسكندرية وهي عموما أمطارها مش بالشدة بتاعت المرة اللي فاتت يعني هي الأمطار بتاعتها تكون خفيفة إلى متوسطة من زي المرة اللي فاتت
وهي هتبدأ يعني هتبدأ إن شاء الله في الغرب، ثم من غدا هتستمر على بقية أنحاء الجمهورية، محافظات الجمهورية بالكامل، ولكن هتكون شديدة على سواحل جبال جنوب وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، هتصل إلى حد السيول هناك. سيول في البحر الأحمر عند الغردقة والجونة والحتة دي يعني ولا فيه؟ بالظبط كده. طيب. ولذلك عشان كده حتى ما حد بيكون ناوي يطلع البكرة أو بعده بالطريق البري، أنا بنصح إنه ما فيش داعي إنه هو يطلع بالطريق البري. طب يعني إسكندرية يا فندم النوى دي الأمطار مش زي بتاعة اللي فاتت، هتبقى حاجات خفيفة مش شوية. بعنف مش بعنف. وكم يوم يا فندم؟ كم يوم؟ يوم واحد ولا ثلاث أربع أيام مثلا؟ أي يوم؟ لا يومين يعني، هي الاثنين وثلاث يعني يوم الماتش هيبقى فيه مطر برضه. إن شاء الله. متشكرين يا فندم، متشكر شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. ويعني الكلام العلمي لازم يتحط في عند برضه الكباتن اللي هيعملوا الماتش، لان الماتش هيكون فيه امطار، وبالتالي يكون معاك جزم المطر، يكون معاك كل حاجه عشان ما تجيش فجاه تحصل حاجات مفاجاه ليك في ماتش مهم زي ده. خلينا نطلع لقاء كوبر بعد الماتش، لقاء مهم جدا، نسمع ونشوف قال ايه ونرجع نكمل كلامنا ونعلق عليه مع كابتن عبد. هل ممكن يضم لعيبه في معسكر منتخب مصر لما ينزل في برج العرب؟ يا جاموس الاسكندريه سيبوكم كارو تدخل ادرس a ver nosotros por el partido de Alejandría ya lo tenemos encima es decir ya está muy 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 طبعا اسكندريه في وقت قليل جدا خلاص ما فيش تقريبا وقت كافي y además hay 23 jugadores في 23 لعيبه معايا مستعدين في الوقت الحالي y a mí me parece que intentar ان احنا نحاول سلفادور ندور على منقذ لمنتخب مصر في 48 ساعه قبل المباراه نو هو اكونسيجابل por lo menos para mí غير منصوح بيه على الاقل من وجهه نظري انا، ان مفيش منقذ هيجي ينقذنا دلوقتي من سياسته ادماس نو بدليل ان هو في ناس بتتصاب بيضمهم لان هو عنده قوام اساسي شغال بيه جوادريس كياسون برينسيبالز بان نوستروس يا ديبند دي ايوس اي جوادريس كي سون a ver hagamos esta بص حضرتك يا مهيب فكر معايا، بص هو التعليق ده فكر كده معايا، نادي بانيجار محدش يقدر ينكر اهميه ان بعض اللاعبين الموجودين معانا محدش يقدر ينكر اهميتهم طبعا، esto es una selección لكن ده منتخب hay gente que la tiene que reemplazar y debemos ser y confiar en ولازم نثق في اللعيبه اللي هتيجي مكانهم اللي هتصيب واللي هو جه الدور عليهم النهارده ان هم يلعبوا، لازم نثق فيهم جدا. Así que yo creo que hay que ser optimista, yo creo que hay que tener متفائلين اكرر الثاني، احنا عندنا امل كبير جدا طبعا في التاهل ان شاء الله. Todos vamos a hacer lo posible para no decepcionar a 90 millones de egipcios. هنقدم افضل ما عندنا عشان خاطر احنا نفرح ال 90 مليون مصري. Y como digo siempre. زي ما قلت دايما. Y como es la ley. ودايما زي القانون بتاع الكوره. El responsable voy a ser yo. المسؤول دايما عن اي نتيجه هو انا. واحنا عندنا ثقه فيه وعندنا ثقه ان هو هيتجاوز تشاد وان شاء الله هنصعد للادوار القادمه، وكل الاحترام والتقدير لمستر كوبر. شكرا مستر، شكرا اعزائي المشاهدين، ده كان لقاء خاص مع مستر كوبر المدير الفني، كل امنياتنا لمنتخبنا الوطني ان شاء الله بالتعويض في المباراه القادمه. طيب ده كلام مستر كوبر، وكلنا اكيد على قلب رجل واحد وكلنا وراه ان شاء الله، لكن هي بس بعض يعني مش انتقادات ولكن حاجات فنيه بنقولها عشان ممكن ياخد بيها ما ياخدش بيها هو طبعا الاضرب. يعني كابتن عم رايك ايه في اللي بيقوله وهل كلام مقنع؟ يعني شايف الدنيا ازاي؟ لا هو كلام منطقي، هو يعني الراجل واخد معاه 23 لعيب، الطبيعي ان هو عامل حسابه ان في لعيبه هتقع، في لعيبه هتبقى مش موجوده. حته ان انت لو كنت هتاخد حد من بره يا كابتن، ما هو انا 23 لعيب انا شايف ان ده عدد كافي. بس باسم وقع منه مثلا، اصيب مثلا، هل يجيب مكانه حد ولا خلاص انا هو قال لو هو حد. عنده لو هو عنده هو حد بديل في ال 23 مش هيجيب حد من بره. هو عنده عمرو جمال. ما انا بقول لك، ما هو بالظبط هو الطبيعي النهارده هو واخد ال 23 لعيب دول عشان الماتشين مش عشان ماتش واحد. طب مثلا يا كابتن معلش، عمرو جمال مثلا لعب كام دقيقه في الخمس ماتشات الدوري الاربع ماتشات الدوري؟ ما لعبش كتير، ما لعبش زي سعد سمير. هل ممكن يعتمد على اي؟ بس سعد برضه سيرد باك ممكن تمشي وانت لا بتهاجم. لا 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 في الماتشات دي يا حازم ماشي، بس انا قصدي مثلا انت هتحتاج عمرو سي مثلا لا قدر الله في اخر نص ساعه، طيب هجيب واحد ما بيلعبش في فرقته تحطه في ماتش انت عايزه يكسبك، ولا واحد يكون رجليه في الملعب اساسا؟ انا مش بتكلم على عمرو على فكره، بتكلم عامه ان ده برضو ده في كذا حاجه حصل زي ما تقول سعد سمير برضو يعني انا شايف ان المركز بتاع سعد سمير اخطر من دي بس بعض الفقرات كده اللي هي الماتشات كلها اللي اتلعبت في المجاميع كلها في المجاميع كلها
اتفضل. يعني انا بقول لك انا وجهه نظري ان مركز سعد سمير اخطر من عمرو جمال. طيب ما هو نفس الكلام اللي بقوله كابتن. يعني هو النهارده الناس كل يعني او الناس كلها بتعلق على موضوع على ان سعد. انت جايب لعيب ما بيلعبش في النادي من ساعه مباراه اورلاندو ولعب يعني ما انت برضو خلي بالك انت ما بتحط لعيب احتياطي ما انت اللعيب الاحتياطي ده انت مش حاطه عشان منظر بالظبط انت 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 لازم تبقى عامل حسابك ان في اي وقت انت هتحتاج انت حاطط السبعه دول بره ان انت هتحتاجهم في اي وقت هتحتاج اي واحد فيهم في اي وقت فلو عندك واحد مش جاهز في مركز حساس في وقت بقاله كتير بعيد عن الملعب لا هيفرق معاك انت كمدرب صح. قبل ما هيفرق مع الفرقه طب ده هيحصل انما حته خلي بالك بقى حته المهاجمين دي في مهاجمين كتير وخصوصا اللي هم الهدافين اللي هم عندهم الحاسه التهديفيه كويس قوي دي ما تفرقش معاهم بس شوية. ده واحد زي متعب واحد عنده خبرات لكن عمرو لسه اساسا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ما لعبش 3 4 ماتشات منتخب على بعض تمام بس هو ده اللي موجود هو لا. وجهه نظره او هو شايف ان هو ده الانسب ليه في المرحله انت حاجة عمرو انور المدير الفني تشوف ايه انا لو عليا انا انا لا انا هاخد لعيب الجاهز لعيب الجاهز اللي بيلعب انا رايي كده على الاقل يعني في كذا لعيب بانوا في الخمس انا بقول لك انا ده رايي انا بس خلي بقى ما هي اصليه هي كلها اراء وجهات نظر وده الفرق بين المدرب والمدرب اي واحد ما انا برضو لازم الناس تعرف حاجه اي واحد بيبقى في مكان المدير الفني بتاع اي فريق لما بياخد قرار هو بياخد قرار وهو مقتنع بنسبه 100% ان هو ده الصح صح هو مش بياخد قرار وبيقول اجرب المباريات دي مهما كانت من وجهه نظر الناس سهله وبسيطه لا هي مباراه مصيريه ما ينفعش ان انا اجرب فيها حد وما ينفعش لان انا ممكن في الوقت صح. ان انا بجرب فيه حد ده يجيب معايا نتيجه عكسيا يعني المضمون ان انا اخد اللي انا شفته قبل كده وكان معايا لعب بقى ما بيلعبش مش ده الاهم مهم لا دلوقتي لا انا بقول لك دي وجهات نظر في ناس وجهه نظر كوبر كده وجهه نظره ان هو انا واخد الناس اللي معايا اللي لعبوا معايا قبل كده اللي انا عارفهم اللي انا شايفهم في ناس تقول لك لا انا اخد الجاهز حتى لو جديد كوبر غير دلوقتي ما تعرضش لموقف صعب لمباراه صعبه مفيش كلها فرق ضعيفه لعبها يعني انت رايك ايه يعني انا شايف ان احنا ما لعبناش فعلا فرق من المستوى اللي هو من المستوى الاول لحد دلوقتي لغايه دلوقتي يعني كوبر مش مبانش ما تقدرش بس انا يعني انا عندي برضو وجهه نظر في النقطه دي يا حازم ان انا النهارده لو مش كويس وانا بلعب مع مستويات ضعيفه هبقى انا ضعيف زيهم يعني انا النهارده برضو انت لما تكسب المباريات اللي انت بالظبط وفي برضو في شكل وفي اداء وفي بالظبط يعني انا لو بلعب فريق قليل او فريق مستوى ضعيف لو انا مش قوي مش هكسب بشكل كويس ومش هكسب بنتيجه كويس يا هبقى زيه ويحصل تعادل يا هكسب 1-0 بصعوبه يا هكسب بشكل وحش بكره ثابته بتوفيق زياده كده انما لما تكسب بفروق كده بالشكل ده لا يبقى انت برضو مستواك كويس ما هو ده يعني ما هو ده الفرق اللي بيبقى ما بين فريق كبير وبرضو فريق صغير بيلعب معاه طيب يعني هو كاميرون كسب النجاة 3-0 عايز اسالك سؤال يا كابتن هل المباراه الماضيه دايما المدير الفني ممكن يشوف يطلع ايجابيات معينه من خساره ويبتدي يبني عليها الماتش اللي بعديه هل كان في ايجابيات في الماتش بتاعنا بتاع تشاد ولا كان في سلبيات كتير والله بص يعني انا مش عايز ابص لها يعني ممكن مثلا يكون بدايه شكل لعيب كويس بدايه شكل حاجه معينه ما انا بقول لك يعني انت النهارده مثلا انا شايف مثلا واحد زي احمد ودار في المكان ده مكسب كويس تمام صبري رحيل اذا لعب ودخل في جو المباريات الدوليه هيبقى مكسب مين تاني يعني في كهربا في مؤمن في ما كهربا ومؤمن كهربا مؤمن بيلعبوا انا بتكلم على الناس انا بتكلم على الناس الجداد اللي هي كوكا او ماتش يلعب رسمي مع المنتخب انا شايف ان ده برضو مكسب ولو ان يعني طبعا مستواه في المباريات اللي فاتت يعني مثلا وخصوصا مباراه زامبيا افضل من المباراه بتاعه امبارح بكتير انت مع الناس اللي هو يعني راس حربة ولا حسين حربة تلعب راس حربة واحد وثلاثة من تحت وتلعب راسين حربة وتضغط من قدام بتشوف ازاي يعني يا كابتن يعني الاختيار بيبقى ازاي انا مع ان الادوات اللي عندك هي اللي بتحدد لك طريقة اللعب يعني لو انا عندي مش حافظ يعني ايه مش حافظ يعني مش واحد حافظ 4-2-3-1 العب لا 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 الادوات اللي معاك هي اللي بتحدد لك طريقة اللعب يعني بمعنى لو انا مثلا عندي راسين حربة جامدين قوي وهدافين وكويسين وعندي 2 نص ملعب بيقدروا يعملوا الواجب الدفاعي والواجب الهجومي هتلعب 4-4-2 تمام لو انا عندي 3 بيلعبوا تحت المهاجم فيهم سرعات وفيهم مهارات وفيهم عندهم ناحيه تهديفيه
هتقدر تلعب بالثلاثه اللي تحت دول، لان برضو خلي بالك انت كل ما اللعيب بيقرب من ال 18 او بيبقى ظهره لل 18 بتبقى الامور صعبه عليه شويه، بيبقى الاسهل اللي جاي من تحت. فلو عندك ثلاثه من تحت كويسين عندهم سرعات وعندهم مهارات وعندهم وعندهم ايجابيه على الجون، لا يبقى الثلاثه اللي يجوا من تحت اسهل. يعني فاهم قصدي؟ فهي طريقه اللعب بتتحدد كده. انت ممكن يبقى عندك مثلا واحد محور دفاعي في نص الملعب بيقوم بدور الاثنين، تحط واحد وتلعب ثلاثه قدامه وتلعب اثنين قدام، يعني لو عايز تهاجم يعني بالظبط. هل منتخب مصر دلوقتي بقى صلاح هو ركن اساسي في منتخب مصر وبقى من اللعيبه اللي تفرض سيطرتها الفنيه في الملعب؟ يعني لو صلاح موجود الفرقه بتبقى يمين، لو صلاح مش موجود الفرقه مثلا بتبقى حاجه تانية خالص ولا لسه؟ يعني هو يعني خلينا في البدايه نقول ان هو عنصر مهم جدا في المنتخب. غيابه غياب مؤثر، اه طبعا كلنا لازم نقول ان غيابه مؤثر، ولكن انت كتيم وكمنتخب وكمدرب لازم تبقى عندك البدايل، لان انت عندك يعني الفرقه اللي هي بتقف على لعيب ما دي ما ينفعش تبقى يعني ما ينفعش تبقى فرقه بطوله زي ما بنقول. احنا عمالين نتفرج هو تونس بتكسب والنيجيريا بتكسب وكله بيكسب، يعني كله ما اتحطش في الموقف اللي مصر اتحطت فيه، مفيش حد. انا بكلمك بصراحه يعني هم كل الفرق يعني دي يعني تونس كانت خسرانه واحد وتعادلت وكسبت تمام، الجزائر كانت خسرانه اتنين وتعادلت تمام، بس الفرق دي ما لعبتش الفرق اللي هي بتلعبها دي من شهرين وكسبتها على ملعبها خمس. ما حدش اتحط في الموقف اللي اتحط مصر. يعني ده كويس ولا وحش بالنسبه لنا؟ يعني وحش لينا احنا بسبب العقليه بتاعتنا اللي هي العقليه اللي يعني لو لعبت اي حد غير شاد كان هيبقى شاد اكتر. طبعا طبعا. طب دي بدعيب مين ده؟ لعيبه ولا ده طبيعه اللعيب العربي مش اللعيب المصري؟ يعني مهما كان في مدرب معاك مش هيشدك خالص والله؟ لا طبعا. يعني انت اي فرقه تكسبها خمسه هتروح تاني ماتش تخسر منها؟ حازم انت لعيب كوره بس انت بتتكلم في حاجات. طب ليه؟ طب انا هقول لك على طب الاهلي مثلا تلعب كنت تلعبوا بتكسبوا كل ماتش خمسه وسته وتنزل مصري تكسب وتكسب يعني ماشي. في الدوري عامه يعني تمام. عقليه لعيب مصري برضه ان هو يكسب حلو، بس في فرق ان انت تبقى نازل مشدود الشده اللي هي بتاعه الماتش، ان انت عامل حساب اللي قدامك، وفي فرق ان انت تبقى نازل انا هكسب وانا من غير مجهود ومن غير تعب ومن غير دي موجوده دي موجوده. وخلي بالك دي بتبقى مشكله في المباراه اثناء المباراه، ان انت لما بتنزل عندك ثقه زايده قوي انك هتكسب في اي وقت، وبتلاقي الامور بتتعصر والمباراه شغاله انت بتلحقش تلم نفسك. والعكس هو اللي بيبقى صحيح، ان الفريق اللي قدامك اللي خايف منك وعامل حسابك بيحس ان انت زيك زيه، او بيحس ان انت مش ان انت الفريق اللي انا خايف منه قوي، فبيبتدي يتجرع عليك وبتبتدي معنوياته تزيد، وهو ده اللي بيفرق في المباريات. طب شايف الماتش الجاي يا كابتن؟ انا شايفه برضو يعني انا شايفه يعني هو في الاول وفي الاخر ماتش كوره ماتش صعب. انا وجهه نظري مفيش في الكوره ماتش صعب وماتش سهل، وبغض النظر عن النتيجه يعني حتى لو انت كسبان هناك هو ماتش كوره ماتش صعب. ادي ايفون هو بيجيب جون التعادل يعني هو كانوا هناك خاصين 1-0 فده اللي تعادلوا ولعبوا بلنتيات بعد كده. هو حتى ضيع تقريبا ضيع جزاء في الشوط بلنتي غريب جدا بعد دي. على فكره بيلعب معاه واحد من من احسن اللعيبه دلوقتي على مستوى العالم، راس حربه بروسيا دورتموند اوباميانج اللي هو اللي عمل له الكره العرضيه ده. فبقول لك هي مباراه صعبه بكل المقاييس، وخصوصا بعد ما في ماتشات صعبه قوي، في ماتشات صعبه هي بص يعني في ماتشات في الامكان في ماتشات في المتناول يعني برضه يا كابتن. ما انا هقول لك انا عندي يعني انا عندي يعني مثلا عندي قناعه ان مفيش ماتش صعب وماتش سهل، في الماتشات كلها صعبه، بس في فريق قوي وفريق ضعيف وفريق متوسط القوه هي اللي بتختلف، انما صعوبه الماتشات دي اللي بتتحدد والمباراه شغاله. يعني ياما في مباريات كتيره الفرق بتبقى نازله، ده على مستوى العالم بيبقى فريق نازل وهيكسب في اي وقت، واوقات كتير بيبقى متقدم ومن التراخي ومن الاستهتار بتبص تلاقيه بيتعادل وبيخسر وبيتغلب. يمكن لو اتفرجت على 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 ماتش بتاع ريال مدريد اللي هو بتاع اخر ماتش في الدوري كان كام انا مش فاكر مع سيفيا اتغلب 3-1 3-2 سوري 3-2 صح ده، لان انا يعني بعد الجون الثالث ما كملتش المباراه. ايه الماتش؟ ما فرقه بتخسر من اي حد في الدوري، ماشيين كويس ممكن يكونوا ماشيين كويس في اليوروبا ليج وكسبانين و والكلام ده كله، انما في الدوري خسرانين من كل من الفرق كلها تقريبا. وتنزل وبعد 20 دقيقه 25 دقيقه تجيب جون، يعني انت كسبان ايه اللي يقلب الماتش يبقى 3-1 وانت تجيب جون في الدقيقه 90؟ ايه اللي يقلب الماتش؟ هل هم اعلى من ريال مدريد؟ هل هم اقوى؟ هل لا؟ طب انت شايف الماتش الجاي يا كابتن
ايه الاحسن اللعيبه طريقه اللعب يلعب زي ما هو ولا يغير الحاجات لازم يتفاداها بقى الماتش ده حصل في الماتش اللي فات شو انا نمره واحد بالنسبه لي او الملاحظه اللي انا كنت شايفها في المباراه اللي فاتت دي ان كان في تباعد كبير جدا في الخطوط وهو ده اللي ادى مساحات وادى فرصه للفريق بتاع تشاد انه يوصل للمرمى بتاع منتخب مصر فانا شايف ان نمره واحد لازم الخطوط تبقى متقاربه جدا انا شايف ان لازم يبقى فيه هدوء ما يبقاش فيه استعجال وتسرع لازم يبقى فيه تامين دفاعي كويس جدا لان انت برضو لا قدر الله سمير الماتش الجاي تقريبا لو دي دور ما يعني انا بتكلم انا ما بتكلمش على اشخاص يا حازم انا بتكلم في طريقه لعب بتكلم في واجبات ان النهارده عشان اكسب لازم ما يجيش فيها اجوان عشان اكسب مباراه زي دي انت يعني اضعف الايمان انت مطالب ان انت ما يخشش فيك حاجه علشان ما تقعدش تخش في حسبه ان انا بدل ما انا عايز اجيب جون او عايز اجيب جونين لا انا عايز اجيب 3 و4 و5 فلازم يبقى فيه اهتمام بالواجبات الدفاعيه كويس جدا زي ما يبقى فيه تركيز على الواجبات الهجوميه ان انا احاول اضغط من بدري اضيق المساحات احاول يبقى فيه كثافه عدديه كثافه هجوميه بحيث ان انا كل ما هقدر اجيب جون بدري كل ما هقدر اخش في الجيم اسرع وكل ما هحط ضغوط على الفريق اللي قدامي وتوتر اكتر منه والعكس صحيح ان انت كل ما المباراه هتمشي في اتجاه التعادل او في ان الفريق اللي قدامك هيقدر يقف على رجليه او هتدي له فرصه على الاستحواذ او السيطره او انه يقدر يهدد الجون بتاعك ده برضو هيدي ضغط على الفريق المصري وهيدي توتر عليه وهيدي راحه نفسيه للفريق فريق تشاد شايف ان احنا ممكن ان شاء الله نعدي ان شاء الله يعني مش أنا شايف يعني ما اعتقدش 2 3 كمان يعني يعني انا ما اعتقدش بس الفكره برضو اللي انا بتكلم فيها مش فكره ان احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي وبنقول احنا سهل ان احنا نعدي لا هو سهل وصعب ده في الملعب يعني زي ما بنقول في ايد اللعيبه في الملعب اللعيبه هي اللي في ايديها تسهل على نفسها وهي اللي في ايديها تصعب على نفسها والمدرب برضو تشكيله والتكتيك بتاعه بيفرق كابتن عمرو لازم يساعد يعني ما احنا برضو اقتنعنا منفصل يعني ما خلينا مقتنعين ان احنا النهارده في 23 لعيب ال 23 لعيب دول هم اللي موجودين مش هيخش عليهم حد زياده يعني حتى هو التصريح اللي قاله دلوقتي قال انا مش هجيب ممكن ما عنديش منقذ من بره اقدر اجيبه وادخله دلوقتي حته بقى طريقه اللعب الناس اللي هتبدا الواجبات اللي هتبقى في الملعب دي بتاعته هو ادرى مننا كلنا بالقصه اللي بنتكلم فيها احنا بنتكلم زي ما بنقول في خطوط عريضه في حاجات اساسيه لازم تتعمل اللي هي انا النهارده عشان اكسب انا يمكن حتى الكلام ده قلته في المباراه بتاعه اورلاندو بتاعه النادي الاهلي قلت النادي الاهلي علشان يكسب لازم يدافع كويس وده ما حصلش للاسف الشديد فانا النهارده بقى وعشان انزل انا عايز اكسب 2 تبقى الخطوط متباعده ويبقى المسافات بعيده وادي مساحات للفريق اللي قدامي بدل ما بقى انا عايز اجيب 2 بقى النادي الاهلي عايز يجيب 3 و4 و5 عشان يكسب الموضوع بيتصعب بالظبط كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا وان شاء الله دايما نكون معاك وهنكون اكيد هنجيب لك هنجي لك كتير ان شاء الله المنتخب باذن الله ونلقي الضوء عليك باذن الله ويكون بدايه استعداد ان شاء الله لبطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله نورتنا كابتن عمرو شكرا جزيلا كابتن عمرو انور شكرا يا حسن فني منتخب الشباب 2000 بالتوفيق ان شاء الله عايز اشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين ونشكر زمايلنا احمد طاهر رئيس تحريرنا النهارده طبعا ايمن دشوي مدير التحرير محمد جابر وليد سلامه احمد جاد بشكرهم في الاعداد طبعا مخرجنا الجميل ياسر عاصم وهيب عبد الهادي مدير برامجنا الرياضيه وطبعا جميع الاساتذه اللي حوالين الكاميرات والصوت والضوء وكل الناس اللي معانا بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله بكره طبعا في ملاعب اليوم ولكن تستنونا يوم الثلاث واستوديو حصري استوديو مهم جدا في استوديوهات الحياه على الحياه الاولى والحياه الثانيه واكبر استوديو تحليلي ان شاء الله لمباراه مصر وتشاد باذن الله الفوز بانتخابنا المصري القومي والانطلاق بقى بدايه لتصفيات ان شاء الله كاس عالم بجد ان شاء الله يكون معانا من بدايه الاستوديو الساعه 3 ان شاء الله يوم الثلاث استنونا باذن الله.